السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالسعادة والسرور. وصلنا إلى ليلة النهائي، إلى ختام العرس الكروي في قطر، إلى ليلة تسبق افتتاح أفضل وأجمل ملاعب مونديال كأس العالم 2022. النهائي المرتقب بين أقوى المرشحين منذ البداية، وحتى افتتاح استاد الوكر الرسمي بين السد ودحيل. لغة واحدة ومدرسة واحدة جمعت فيريرا وبفاريا، فلمن الغلبة بين البرتغاليين؟ نهج الأدعم وسماته طاغية على النهائي الأغلى، وقراءة تذكيرية وتذكرية بين المعز وعفيف. اللي يبي يستمتع في نهائي مثير بتشوف مباراة السد وتحيل، فريقين عملاقين كبار بنجوم محترفين شباب يافعين حراس وعينهم على اللقب، وعلى فكرة وهم نفسهم راح يلعبون في دوري أبطال آسيا في دور 16. يا زعيم ويا زعيم قوم علمهم،
تصويت على موقع قناة الكاس برنامج المجلس التحديدي مع بداية الحلقة. اللي شاركوا معي حتى هذه اللحظة 273 واحد، ويقولون السد بيفوز بنسبة 79 مقابل 67. أعطوني رفرش عليها، أنا أحس أنه 79. 67% لنادي السد مقابل 33 لنادي حيل. لنادي تحيل، واللي زادوا كم واحد في عدد المصوتين؟ 308. زين، بشكل عام خلينا نتكلم عن المباراة. عبد العزيز حسن، فريقين يستحقون نسأل أسماء اللعيبة، لعبة المنتخب جايبين فيها كأس أمام آسيا، دوري 16 بيتقابلون مع بعض في نفس الوقت احتمال كبير 99%، عندهم المعز وعندك يوسف العربي، عندك أكرم عفيف، عندك بغداد بنجاح، يعني بين هداف الماء العام وبين هداف السنة هذه تحس مباراة مدججة بالنجوم الثقال. وأكيد بلا شك أنهم الأفضل، يعني هم السد ودحير هم الأفضل، سنوات طويلة هم الأفضل، لكن في أفضلية للسد هذا الموسم صراحة بشهادة الجميع بشهادة الأرقام. ودحيل ما يعني صح مر بظروفه والكل عارفها، لكن يظل دحيل عنده كوكبة نجوم وعنده يعني إدارة قوية وعنده العناصر اللي تفوزه على مستوى المهاري على مستوى الروح. خلنا نحط نقطة مهمة جدا، أن دحيل يعرف يتعامل مع المباريات الكبيرة، يعني شفناه أمام السد صحيح أنه نهزم القسم الأول بس كان ند قوي صراحة، لكن القسم الثاني تعادل في الرمق الأخير السد مع دحيل، يعني في منافسة قوية في ظل إمكانيات السد وتفوق السد هذا الموسم، إلا أن دحيل ند قوي، يعني السد ما راح يفوز بسهولة، مع أن يعني أنا عندي أفضلية للسد أرشح السد لفوز كأس الأمير، لكن ما يمنع أن دحيل يفوز في المباراة لأن عنده المقومات وعنده نقول الكاريزما والروح البطل وعنده العوامل اللي تفوزه، لكن ظروف المباراة هي اللي تحكم عن وجهة نظري. ممكن تفوق بالنسبة للسد، لكن في المباراة ما تدري ايش يصير، ممكن تصير عدم جاهزية، حالات طرد، يعني عدم تفوق بعض اللعيبة في المباراة، هاي كلها ظروف يعني ممكن تخدم فريق على فريق. في تعليمات بالتشكيل يا عاد محمد كلمة، قول له تعال عند قناة الكاس، عادي يا اخي قول له ما يسمعك عدل، انا احس حاس فيك وفيه، قول له تعال عند قناة الكاس. تعرف قناة دوري الكاس؟ بس تعال البوابة محمد تعرفها؟ انا بعرفها. وصف، حط في جوجل ماب قناة الكاس يطلع لك. لا ادل سبيتار بيتار دوار، قول له عندك جوجل ماب. ها عندك جوجل أيوة. ماب استاذ خليل احنا على يمينه احنا على يمينه جوجل ماب جوجل ماب جوجل ماب اوكي تعال هناك شوف الحرس دز لك يا شيخ يفتحه ويجي بالسياره عليك عندنا حديث الكبار هذا اوكي شكرا خالد الله يسلمك محمد. كنت متوقع ان هالاثنين يوصلون النهائي صح؟ صحيح متوقع انهم يتنافسون، ما في احد في الشارع ما يقول هالكلام، يقول لك السد وتحيل اليوم زمانهم. شوف السد له أفضلية قليلة، لكن دحيل فريق صعب جدا، وبيكون ند حق السد، بتكون مباراة قوية التوقع فيها حتى صعب جدا. أوكي. كفات مساوية عادة في النهائيات. الفرق الكبيرة هذه تخرج ما عندها من حماس وقوة وتحدي، وذلك كله حق الصعود للمنصة واستلام كأس أمو الأمير. أنا أعتقد أن حتى لو كانت الأفضلية حق السد، إلا أن دحيل فريق قوي جدا، صعب أنه يخسر إلا إذا كان السد في أيضا في أحسن حالاته وهالشكل. نتمنى التوفيق إن شاء الله لهم الاثنين، ونتمنى أيضا إحنا نستمتع بمباراة جميلة في نهاية الموسم، ونتمنى أن الروح اللي قايمة هالأيام كلها على كأس سمو الأمير والملعب المنديالي المنديال، أعتقد أن جو جميل جدا جدا جدا، جو تنافسي يعني في كل شيء. نتمنى حق الفريقين ان شاء الله التوفيق. خلنا ناخذ المكالمات نفتح حق المتصلين شاركونا، وناخذ توقعات ومن اللي راح يفوز. من بكره ممكن يبرز بشكل كبير يونس؟ تحس بكره مباراته
يمتع الجمهور الحاضر. والله خالد هي المباراة طبعا مثل ما قلت هم يستحقون الفريقين وصولهم للنهائي، الفريقين كانوا الأجدر. أنا أعتقد المباراة هي صعبة التكهن من وجهة نظري الشخصية، إنه إذا تجي تقيس الفريقين ككفة أنا والله ما أنا قلت لك من اللي راح يبرز بكرة خلي إذا خلي أجيك هو غير ربط خذ راحتك أنا ربط لك إياها خربط عليك أنا تريد قبل فتأخذ الكفتين كلاعبين. السيد يمتاز بالثلاثي اللي عنده فوق اللي هم بغداد وأكرم عفيف وحسن الهيدوس، دول ثلاثة مصدر قوة لأي فريق، يعني قوة أي فريق يتمناها تكون موجودة وياه. دحيل عندها القوة بس مشكلته وين؟ مشكلته بالمعز، المعز مدى يقوم الدور اللي يقوم به مثلا حسن الهيدوس أو أكرم عفيف. ذولا المعز عنده نمط جميل، يعني الرجال من يصل الجزاء رجله حلوة على الجول، لكن هو مشكلته هواي يبتعد عن منطقة الجزاء، عكس بغداد بنجاح أو أكرم عفيف تلاقيهم دائما، حتى حسن الهيدوس دائما يخترقون منطقة الجزاء إذا كانت الهجمة يمين يدخلون. فبالهجوم بالقوة الهجومية تفرق عندهم المعز. بكرة المعز خاصة أنا أتوقع أنه اللاعب يحب الملاعب المفتوحة والكبيرة والمباراة المضغوطة يكون يبرز بيها. بكرة إذا برز المعز أعتقد راح يصير معادلة صعبة جدا للسد، مع احترامي أنا أعرف السد وقوة واستقرار السد وقوته. بالنص متوافقين الفريقين نفس الأدوات تقريبا عندهم، أوكي تقول شافي لكن هم موجود لاعبين عندهم على مستوى عالي. تبقى شغلة الدفاع خالد، دحيل لحد الآن ما استقر دفاعيا، لحد الآن ما استقر دفاعيا. نعم بسام الراوي كان يلعب ويلعب أحمد ياسر بن عطية لا احنا نحكي على العمق، الأجناب تقدر تدبرها بأي لاعب يعني ممكن يقوم بهذا الدور، بس عندك عبد الكريم حسن لاعب سوبر يعني كلاعب مدافع. ذولا استقرارهم ماكو عكس السد، السد مستقرين دفاعيا يعني لاعبينهم مستقرين ويعرفون بيناتهم، دحيل بعدهم. لكن بكرة تختلف، بكرة مباراة نهائية كل واحد يريد يثبت نفسه، فراح تلقي الأخطاء يعني حسب الرؤية المفروض أنت الأخطاء عندك تكون زيرو إذا كنت تريد تفوز بالمباراة، لأن أي خطأ ممكن يقلب المباراة كلها. والمباراة النهائية خالد الكوس تلعب على جزئيات بسيطة. بكرة من اللي يكون حاضراً من وجهة نظر إذا المعز كان المعز اللي نعرفه أعتقد دحيل ما راح يكون سهل للسد، فالمباراة صعبة. طيب خلنا نأخذ رؤية فنية سريعة عن رؤية عامة عن نادي السد الزعيم. ضاعت هنا عادت ثم عادت لتحيد عن مسارها قبل وصول الزعيم للنهائي، ولأنها تأفل عاما وتبزغ عاما ينبغي أن يكون عام 2019 حصادا في حصاد. قطفت أولى الثمار بخطوات عبد الكريم حسن نحو منصة اللاعب الأفضل في آسيا على نهجه ونهج السد العالي. صار بغداد بنجاح المولود من رحم النجاح مرفوع الهامة ماشيا تجاه أفخم وأعظم مسارح الجزائر. بغداد أفضل من ركل الكرة في بلاده عام 2018، ألم نقل إنه عام الحصاد؟ ما مضى محض بوابة لما هو آت، الدور المتعنت عاد بوقار وخنوع مبجلا كبرياء وإرث نادي السد. طوبى لكم بإدارة كهذه وبجماهير لا ترى سوى القمة ندا لها. زهو الزعيم ومدربه ولاعبيه تجلى ليلة تكريم المنجزين، فكان لهم نصيب الأسد بصعود فيريرا أفضل مدرب في الموسم وصعود بغداد هدافا للدوري، تلا ذلك صعود الجوهرة القطرية أكرم يتوج بجائزة اللاعب الأفضل في الموسم. بعد كل هذا الحصاد لا يمكن لهذه الكأس الغالية إدارة وجهها الباسم، لا سيما وإن ابتسم الناجح على الدوام في وجهها. طلب الصفحة لأنه أضاع اثنتين أو ثلاث،
يعتذر وهو من يصحو من نومه حتى موعد نومه الآخر، لا يعرف سوى تسجيل الأهداف. بلاعبين كهؤلاء تعود الكأس الغائبة إلى بيتها بعد عام من الهجرة. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. مبروك عليك ما تبقى من رمضان يا اخوي. الله يبارك فيك وطول عمرك. احييك ونحيي الاخوه الموجودين معك. الله يحييك يا محمد. بدخل في الموضوع بخصوص نادي السد، ما شاء الله لا قوه الا بالله، فريق جاهز وفريق مهيئ اكثر من نادي الدحيل. قوه في الاطراف ما شاء الله، والخطوط يعني هجوم انسجام كامل ما شاء الله تبارك الله. دحيل انا اشوف للحين ما عنده انسجام، وللمدرب مدربهم للحين ما وصل الى التوليفه المناسبه. اتمنى ان شاء الله تظهر المباراه في يعني في على حجم هذه المباراه النهائي، واتوقع فوز السد 2-1. كنت بسالك عن توقعك، سهلت علي المهمه. تسلم يا محمد، حياك الله. الله يحييك، شكرا شكرا. مبارك. مرحبا بركي. مرحبا يا مرحبا يا ابو جاسم. الله يرحب بك، شلونك يا ابا؟ بخير الله. طيب ان شاء الله. امسيك بالخير ومس الجماعه اللي موجودين عندك. الله يحييك يا ابا، ونقول مبروك عليكم ما تبقى من الشهر. علينا وعليك تبارك ان شاء الله. يا مرحبا، تفضل يا ابو جاسم. ابي اسالك عن المباراه، انت ايش رايك المباراه بكره فنيا، تعطيها حق من؟ والله فنيا الفريقين عندهم العديد نجوم في كل المراكز، يعني على على عكس كل فرق الدوري صراحه يعني، ونتمنى ونتوقع المباراه بتكون حلوه بحضور سمو الامير وملعب من ملاعب المونديال، وإن شاء الله تطلع مباراة فعلا نهائية تليق كأس الأمير. توقعك من، قلت لي من راح يفوز؟ توقعت أنت؟ لا والله ما توقعت أبو جاسم، تعرف مباراة نهائية مبدئيا تكون أقرب نسبة بسيطة للسد. ليش؟ لكن ما تعرف ايش يصير يعني. ليش مبدئيا للسد؟ ليش تعطيها السد؟ ليش ما قلت تحيل مثلا؟ بعد تحيل عندهم لعيب وعندهم نجوم وعندهم هدافين. والله شوف يا ابو جاسم، انا رياني بكل فخر واعتزاز زين، فانا عندي قناعه من سنين في النهائي لما يوصل الريان خصوصا في اخر 15 سنه، الريان او السد
يعني بنسبة 85% البطولة تروح حق الفريق اللي بيوصل النهائي سواء كان السد أو الريان. شكرا. هذه قناعة موجودة عندي. مشكور مشكور الله يحفظك. مشكور مبارك. جاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله جاسم. الله يحييك ويبيك. مساك الله بالخير أخوي خالد. النور والسرور. أحب أمسي عليك وعلى الوجهة الطيبة اللي معك. الله يحييك. زوج الله يسلمك. مرحبا. ومبارك عليك شهر وكانت تأخر. علينا وعليك تبارك إن شاء الله. بخصوص مباراة بكرة الأقرب ضمنياً أكيد نادي السد. وإذا سجل هدف أعتقد بعد المباراة النتيجة راح تكون كبيرة يعني 3 وأنت رايح فوق. أوكي. إن شاء الله. وأحب أكلم اللي عليه من علي النعيمي. معاك محمد. الله يحييك مرحبا. الله يحييك شلونك أبوي محمد؟ الله يطول عمرك ويسلمك. أنت من الكفاءات الإدارية اللي نفتخر فيها. حربه. الله يطول عمرك. حبيت أتناقش معك في سالفة قلتها قبل كم من يوم بخصوص أن نادي الريان مظلوم و وانت عقبت على احد المتصلين بان الله مع الريان يعني وكان الريان مظلوم. فانا حبيت اقول لك ان نادي الريان ترى مثل الشد مثل العربي جيهم فترات على مدى فترات زمنيه يستفيد من الاتحاد. يعني الريان يوم ان رئيس الاتحاد محمد بن همام استفاد الريان من وجوده مثل ما استفاد العربي من وجود سلطان بن خالد السويدي. تتفق معي في النظره يعني؟ لا ما اتفق معك. انا ما قلت ان الريان مظلوم يا شو اسم جاسم. يا جاسم انا ما قلت ان الريان مظلوم. هو سالني سؤال قال لي من مع الريان؟ قلت له الله مع الريان ان شاء الله. لا والعربي شو استفاد من إيه لكن ما اتفق معاك يعني. ان الريان مظلوم او انه استفاد من محمد بن همام لما كان محمد بن همام رئيس الاتحاد في ذاك الوقت والان الشيخ حمد بن خليفه هو رئيس الاتحاد صار له سنوات طويلة وهو أحد لاعبين نادي الريان وأحد إداريين نادي الريان في فترة معينة وهو رياني طبعا ولكن عمل الاتحاد يختلف عن النادي فمو بشرط أن الشخص إذا اشتغل في نادي وراح الاتحاد أن الاتحاد راح يعني يحابيه ولا يحابي ناديه ولا أنه يظلم الأندية الأخرى لصالح ناديه. هذا الكلام غير صحيح. ممكن يكسى عليه أصلا. لا كلام ينقال بين العامة لكن ما لا لكن أساس لكن يعني. ما أعتقد أن هذه وجهة النظر اللي أنت قلتها صحيحة يعني وأنا مو معاها طبعا. ألو عبد الرحمن. هذه وجهة النظر اللي أنت قلتها صحيحة وأنا عبد الرحمن يا أخوي قصع التلفزيون الله يهينك لو سمحت يبا قصرت الشيخ. تفضل يا عبد الرحمن تفضل يا باي. انزل الشيخ ابوك يبا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال اخوي عساك طيب؟ طيب يبا طيب. حيا الله عبد الرحمن. امسي عليكم جميع. الله يمسيك بالنور والسرور يبا. قصر على التلفزيون يا عبد الرحمن يا يبا. اوكي بس انا ودي شيء اقوله. تفضلي باي. ان مستوى السد بدا ينخفض. انا بقول لك ليش. ليش؟ مباراة السد والريان. السد الريان اي مركز؟ الرابع. زين. والسد الاول. يوم لعبنا معاهم فزنا عليهم 2-0. والدحيل والسيلية فازوا عليه الثالث 3-0. يعني مستوى كيل افضل. سجد لانهم جابوا اقوال اكثر. ها صح كلامه صحيح ترى. طيب في ناس يعني لازم وجهة نظر تحترم يعني. يعني تتوقع كم يفوزون التحيل بكره عبد الرحمن؟ لا ما اتوقع انه يفوزون لازم فريق يفوز. انت تشجع تحيل؟ سد تشجع السد انت؟ السد. اوكي بس مدحت السد مدحت تحيل انت. اي مدحتهم لازم يشدون حيلهم السد في هالمباراه. عدل شغلك. بطولتنا لازم نردها. جاي موت. الله يوفقك يا عبد الرحمن يا يبا. اهم شيء دراستك بعد يبا. ها؟ ان شاء الله. اوكي ناديك اقول لك ترى شجعني بس بعد ابيك تدرس عدل. ان
وافق قريب ان شاء الله. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. مساك الله بالخير خالد. يا هلا ومرحبا. امسي عليك وعلى الجميع الموجودين. حياك الله. انا محمد مري. ايه انا وقبل لا اتكلم عن المباراه مشجع الدحيل اتكلم عن البطوله. البطوله بكره تكريم لنا كلنا كرياضيين، كل قطر كلها طارحه، واحسن شيء حضور سمو الامير الله يحفظه. اما بالنسبه للمباراه فهي النتائج كره القدم ثلاث، يا اللي هي خساره تعادل وفوز. اللي هي الخساره والتعادل خلصنا منه، فقلنا الفوز. احنا خسرنا من القسم الاول وتعادلنا في القسم الثاني وباقي لنا نتيجه واحده ما بها ان شاء الله، وهذا ان شاء الله قدري عليها باذن الله. والصراحه الكلام مهما تعبر عن بكره، عن الملعب، عن سمو الامير، عن الوهج الاعلامي، عن الشارع الرياضي، انتم قصر سواء كمشجع كرياضي كاعلامي، انتم قصر. اللهم لك الحمد لله. وهذا اللي عندي. حياك الله. يا مرحبا. موفقين يا محمد. الله يسمع منك. مشكور يا محمد. تبي تتكلم تقول شيء؟ لا الله يسمع منك ان شاء الله بكره ويزيد ان شاء الله باذن الله. ان عكاشه سنه يا الربع. شلون عكاشه يكلمني المفروض عندنا هنا في الغناء؟ عكاشه شو الحركات بعد اللي عليكم؟ هلا بعكاشه. انت مو بعدي في الغناء تكلمني في الغناء؟ وينك انت في الغناء ولا لا؟ في الغناء ولا لا يا شباب؟ انا بمكتبك. ياسف مكتبك وانت في التليفون؟ مرحبا. لا لا مرحبا تسمع ما دام انك في الغناء بتعلي هنا. حياك. حياك مرحبا. حياك مرحبا. السلام عليكم. بارك عليكم الشهر. علينا وعليك يا ابو عبد الله الرياشي. يبا الريال اذا عندكم خليه يجي هنا. شو بعد يكلم في التليفون؟ ان شاء الله بكره مباراة يعني ممتازة بين الفريقين السد والدحيل. يعني بكرة صورة لقطر، يعني صورة روعة. يعني احنا جينا بالجزائر عشان بكرة المقابلة ونشوف يعني الملعب الجديد لكأس العالم. ويعني قطر الحين يعني بوابة لنا. تسلم يا عكاشي يا اخوي. عكاشي بتعال حياك. حياك عندي انا. قلت لهم يجيبونك عندي هنا تقعد هنا. عكاشي على فكره جاي من الجزائر مخصوص، جاي يحضر المباراه النهائيه. وعكاشي على حسب كلامه اللي هو في الجزائر انه بيحضر، وبعدين طلع تاشيره راح بيروح البرازيل بيعزم منتخبنا وجايب لنا تمر من الجزائر الله يجزيه خير. بس شلون كلمني وهو في الغناء انا ما ادري، وشلون حصل خطا انا بعد ما ادري. واسطه. طيب ما شاء الله عليك. تقرير نادي تحيل. قد يكون البدلاء قوة لتحيل وليس ضعفا كما أطلقها فرايا وهو يقولها مفتقدا عصب الفريق وعموده الفقري المتمثل بالثلاثي كريم بوضياف وسلطان البريك وبسام الراوي، لكنه قد جهز الفريق ليكون قادرا للحفاظ على أغلى الألقاب وأعزها، وليكون حصوله للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، ولعل عودة هدافهم المعهود يوسف العربي للتدريب قبل لقاء السد والعلامة المفرحة لأنصارهم، وهي تأتي وسط جاهزية لبقية المحترفين الذين يعول عليهم فرايا في مواجهة الزعيم، سيما قلب الوسط ومهندس العمليات الياباني شويا ناكاشيما والبرازيلي إدميلسون، ضف لهم صخرة الدفاع المغربي بن عطية. وإذا راجعنا لحظات تحيل في البطولة وصولا للختام فإنها مختلفة من دقيقة لدقيقة وليس من مباراة لأخرى. فأمام الشيحانية في الدور ربع النهائي كان شوطه الأول متراجعاً مدافعاً حتى حصل منافسه على ركلة جزاء لكثرة الأخطاء، وفي الثاني وجدنا دحيل الذي نعرفه بعدما قرر الهجوم والفوز. أما الدور نصف النهائي وأمام السيلية الذي يعد أقوى من الشيحانية وذو خبرة في إيقاف الكبار أو الصمود أمامهم على أقل تقدير، فأن فرايا قلب الموازين ولم يعطي المدرب سامي الطرابلسي نفساً واحداً لا بالأول وحتى بالثاني،
أي بدأ اللقاء مهاجما ليس كما عود فريقه على الدخول في المباراة بصورة بطيئة، وهو القائل دائما وأبدا نعاني من الإهدار، فإذا كان ضياع الفرص أمام منافس عادي فلا ضير في كرة أو اثنتين، أما مثل السد فإنه لا ينتظرك أبدا. ولعل من المفيد قوله هو إدخال الحارس كلود أمين وزملائه في تدريبات خاصة لركلات الجزاء لاحتمال ذهاب المباراة لها، ولها ما لها، فإننا نتطلع لنهائي يفي بالوعود وبالافتتاح المونديالي الذي سيليق بملعب الوكرة الدولي. تحيل عبد الله الشيباني، تحيل ما جاب الدوري هالسنة لكن حضوره قوي، لاعبين أقوياء، الثاني منافس قوي وند الأول وحامل لقب هذه البطولة أصلاً يعني في النهاية. خالد شوف تحيل ما حد يختلف عليه فنياً وعناصرياً، أنا أقول لك ما حد يختلف عليه، والكل يقول أن تحيل يعني ونتفق أن على الورق لربما يعني الورق ينصف السد، بس في مثل هذه المباراة خالد ودحيل عند العناصر اللي ممكن تخليه يجيب البطولة، والناس تتكلم ان دحيل ما استقر ما استقر، صحيح ما استقر، ليش؟ لان من إصابة لإصابة، فحتى المدرب اليوم انصاب عند اللاعب الفلاني، إذا بيستقر على اللاعب هذا انصاب عند اللاعب الفلان، فبكرة حتى عدم وجود بسام راح يأثر، أنا أقول لك كثير على دحيل. والسد أنا أقول لك يعني نسبته أكثر من دحيل، بس إذا دحيل سجل هدف قبل السد دحيل ينتصر في المباراة خالد، وعنده الأوراق هي أنا أقول لك بين 45 إلى 55 يعني للسد، ولكن إذا دحيل سجل أنا أقول لك دحيل يفوز في المباراة إذا سجل قبل. خلي سجل أول مرة مو بشرط، أنا قلت لك إذا سجل قبل دحيل أنا أقول لك هذا توقع تنبؤ، لا هذا بالعكس توقعات، بالعكس أنت استفزيت السد إذا تسجل عليه بتنده. شنو الشيء العجيب اللي يعني أن دحيل ما يسجل قبل؟ إيه شو العجيب يعني مش عجيب، بس هو لا ممرات يقول يعني من يصير هيك بعنتهت يعني هاي هي المباراة إحنا على هاي الدنسيلة هو قصد عادي بس شوف بس كل اللي قلته ذا صار صح، حيل هدف وهدف كله صح، ذرة ولا شيء قلته صار صح، بس لا بس الفريقين السد والدحيل ترى قريبين من بعض، طيب يعني فنيا وحتى على العناصر الموجودة، يعني ما تقدر تعطي أفضلية لفريق على الآخر، ربما ان الدحيل عندهم اصابات في الدفاع، عندهم اصابه العربي قدام،
وكريم بوضيف وكريم بوضيف ويمكن الإصابات تأثر شوي عليه ولكن هم الفريقين كفريقين لا طبعا قريب جدا من بعض وما تقدر تتكهن من اللي بيفوز وإن كان الأفضلية للسد يعني في مباراة بكرة ثلاث حضور ولكن إيه ولكن ما تقدر يعني يعني تقول والله الفريق هذا بيفوز ولا هذا بيفوز لأنهم هم يعني قريبين جدا من بعض يا علي لا في شو بخبرك إذا قلنا قريبين أنا أشوف مسولة السد مختلف أولا بنتكلم عن الأطراف السد أفضل كان عبد الكريم في اليسار في الأيمن نتكلم عن العمق متساويين وكلهم فيهم قوة وميزات مختلفة نقول محاور السد أعلى محاور الاثنين نتحدث إلى الشق المهم جدا في كرة القدم والمثلث الأخير النهاية السد في انشقام وتفاهم وتناغم غير طبيعي تسجيل الأهداف صناعة الأهداف التسديد كل شيء مشكلة الدحيل في المثلث الأخير ماله هو المهم يعني المثلث الأخير ما في انسجام أو استقرار بمعنى يوم العربي دحين غاب مفروض أنت كمدرب تحط يا أخي بطل كأس آسيا راس حربة مع أدنسون ومع الياباني ممكن أقول لك وتعدل لنا أي جانب على كيفك لكن تحط لي معز وراء هذا مشكلة واحدة زين نتحدث عن التاريخ وأشياء وأمور عرف في كرة القدم في كرة القدم في حاجة عرف أي ملعب مونديالي جديد ويلعب في سد نهائي لابد السد أن يحط ختمه في الملعب كبطل وهذا لازم نعترف بها كعرف عادات تقاليد لما المواجهات طيب كل مواجهات لما فتح أستاذ خليفة أول لقاء السد الزعيم حط لك وبكرة بتشوفهم كلهم بيحطوا لك الختمة طيب. نتحدث شوف أحترم دحيل فرق كبير لكن إمكانيته أقل من السد لا ثاني حاجة السد إيش فيه السد فيه طبيعة الثلاث الخطوط في خلال 45 دقيقة من أي شوط تلعب 15 دقيقة بنفس القوة بمعنى الخط يستلم خط عمق الدفاعي بنفس القوة 15 دقيقة يستلم الخط المنتصف 15 دقيقة 15 لكن دحيل هذا مش موجودة معه هذا نفس مع البطولة الطويلة بمعنى بغيت تسفز السد سجل فيه السد مشكلة عنده واحدة بس أنه إذا سجل وشاف الفريق أقل منه بعد هذا يصير استرخاء لكن إذا سجلت فيه أنت سفزيته بالعكس حتى المثلث الناس يطلقوا دائما على المثلث الأمامي مثلث موت مثلث الرعب هو مثلث ذياب ثلاثة إذا تحت لهم فرصة أنت الخسران في اللقاء يعني أعطيهم المباراة أعطي المباراة نعم أنا أقول لك عرف سالم يرد عليك سالم يرد عليك سالم يرد عليك أول شيء أنا ما خليه يرد عليك خليه يرد عليك لحظة تفضل تفضل أول شيء أنت آخر أنا بنتكلم نبدأ من حيث أنت كنت نرجع للتاريخ ونرجع أول شيء بالمواجهات الدحيل أفضل مع السد صحيح هذا أول نقطة في النهايات قابلناها في النهاية مرة واحدة فزنا عليهم كانوا متقدمين 2-0 كمجموعة مباريات إيه. كل المباريات كل المباريات الدحيل أفضل هذا أولا ثانيا هم قابلونا في مواجهات كثيرة دائما دائما هم يكونون أفضل على الورق بس في الملعب يختلف ومن ضمن الموسم هذا أيضا القسم الثاني كان الكل السد 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 في الأخير تعادلنا بخطأ من مدافع المواجهات الموسم الماضي مواجهات نهائي كأس الأمير اللي قبل سنتين يعني بكلمك أنت كنت أحسن لما تتكلم صح طيب احنا رشحناك طيب خلنا انت بطل لكن حاليا ما نكمل كلامه خلنا نكمل اوكي ثاني اللي معنا حاليا طيب ثاني زمان رشحناك انت طيب هو يرد عليك يا اخي خصم الثاني رد عليك معه خطا احنا كلمنا فنيا اقوى انا بكلمه اليوم طيب خلي اليوم هو يرد عليك يا خصم الثاني انت تعادلت اياه بخطا يرد عليك كلام احمد صح كلامه اوكي زين خلنا ما كمل بالنسبه للدحيل بالمنطق احنا بدأنا الموسم تلقائيا بدون يوسف المساكني بدون اسماعيل بدون المدرب اللي كان مستقر من 4 سنوات 5 سنوات بعدها فتره اصيب بدايه اول مباراه في الموسم اصيب كريم بوضيف بعد 3 شهور اصيب نامتهي القوه اللي كان يملكها نادي الدحيل بالكامل فقدناها هذه لو فقدها اي فريق راح يهتز احنا ما زال موسمنا احنا اخذنا الثاني في الدوري ونافسنا لاخر 3 جولات وتاهلنا في دوري ابطال اسيا الدور 16 وصلنا نهائي سيدي سمو الأمير رغم كل هالظروف عدم استقرار فني عدم استقرار في اللاعبين مشاكل كثيرة إصابات كثيرة مش في أفضل حالاتك صح شفت خلينا نحن نتكلم على إيش بالرغم يقول لك هو بيرد عليك بالرغم خلاص يكمل نحن نتكلم فني طيب أوكي الدحيل بمن حضر ومواجهاتنا مع السد مع السد إحنا النادي الوحيد في قطر بالمواجهات أفضل من السد
خلي المواجهه النادي الوحيد سالم اليوم تعطي حافز حق نادي السد. فهمت؟ شوف انا بقول لك شيء، المباراه بكره، مباراه بكره بالذات يعني هي مباراه منه الافضل، هوز ذا بيست، نجوم هنا وهنا نجوم. لا تقول لي ناقص ما ناقص، الناقص يبقى يتعوض لان الفريقين عندهم العدد الكافي والجاهزيه الكامله. صحيح الناقص خالد اسمح لي اروح وارجع لك معلش. تفضل. برجع لك بس بعد اذنك، خلينا بس نشوف يوسف ربيع من استاد الوكره المونديال. شكرا خالد، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وكل متابعي قنوات الكاس الرياضيه. طبعا الكل يستعد لهذا العرس الكبير، العرس الرياضي الكبير. معي مباشره يتحدث عدنان العلي المدير العام في دحيل. اقول لك يعطيك العافيه، نقول مبروك الوصول طبعا للمباراه النهائيه، واعتقد انه هذا اكبر فوز، ولكن يبقى ايضا الفوز الاهم وهو التتويج باللقب. اكيد. اول شيء امسي عليك وعلى اخوان المشاهدين الكرام واخوان في المجلس. أكيد بالنسبة لنا الوصول النهائي شرف لنا، لكن أكيد مصافحة سيدي سمو الأمير واستلام الكأس من يده أكيد هو المطلب وهو اللي بنطمح له هذا الموسم. إحنا حاملين اللقب، ندخل يعني هالمباراة وإن شاء الله نتمنى أن نخلص موسمنا في حصول على بطولة بعد ضياع بطولة الدوري. عارفين أن فريق السد فريق يعني هذا الموسم قدم أداء يعني الأداء كبير، لكن إن شاء الله جاهزين لهذه المباراة، ودائما لقاءاتنا مع السد ما تكون مليئة بالإثارة والندية، ونتمنى إن شاء الله تكون على قدر الحدث إن شاء الله ونتوج باللقب. يعني احنا ما عندنا شك أنكم جاهزين، لكن كيف فعلا مستعدين لنيل اللقب؟ جميع اللاعبين جاهزين باستثناء اللي هو بسام الراوي اللي الله يشفي يعني تصاب آخر مباراة. اللاعبين الثانيين كلهم جاهزين إن شاء الله. يوسف العربي بعد إن شاء الله تمرن وجاهز، ونتمنى ان يكون يعني في يعني حق المباراه القرار بيد المدرب طبعا، لكن اللاعب جاهز يعني فنيا جاهز بدنيا حق هذه المباراه. عدنان سؤال اخير، هل يعد عدنان او يعد حتى لاعبو دحيل بالتتويج، خاصه ان دحيل منذ يعني صعوده لدوري النجوم طبعا الاضواء لم يخرج من اي اعتقد من اي موسم بدون تتويج. يبقى كاس الامير هو يعني الحل الوحيد لاثبات هذه القاعده. إن شاء الله نوعد جماهيرنا، نوعد جميع محبينا أن هذه المباراة، باقي لنا مباراتين في هذا الموسم، هذه المباراة مباراة الآسيوية طبعا مثل ما يقولون يعني مباراة فقط لتحصيل حاصل، لكن هذه المباراة مباراة يعني إن شاء الله نتمنى أن تكون في صالحنا إن شاء الله. إن شاء الله ما يكون في أي شيء تحصيل حاصل، موفقين يعطيك العافية. طبعا هذا اللي عندنا حاليا من فريق دحيل في انتظار طبعا خروج لاعبي نادي السد، اذا كانت لنا فرصه اكيد راح نطلع ونتكلم معاهم. شكرا يوسف ربيع. وعندي عكاشه اللي جاني من الجزائر اللي اتصل من شوي. عكاشه الربع يقول انت متصل بروحك، شلون متصل انت عندي؟ والله انا عجبني الحوار فحبيت اتصل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ان شاء الله. مع من جاي من الجزائر؟ والله جاي وحدي. بروحك. عندي ربعي اهل فضاله. ونعم سلم عليهم. وعندي عبد الرحمن تميمي ثاني يسلم عليه. ونعم. الله نعم. متى الوصول؟ متى وصلت؟ البارح وصل الساعه 12 بالليل. يعني انت الحين تبي تفهمني انك جاي من الجزائر عشان خاطر النهائي؟ جاي عشان خاطر النهائي وعشان نشوف ابداعات دوله قطر في ملاعبها. انا على فكره رحت على البرازيل 2014 وشفت ملاعب البرازيل كاس عالميه، يعني شفت الملاعب القطريه والملاعب اللي في البرازيل، والله قطر راح تفاجئ العالم. وين رحت في الدوحه من امس اليوم؟ البارح وين رحت؟ لا بس في الزغاوه. طلعت الزغاوة في الزغاوة. ها مجلس يعني قاعدوك في المجلس. قاعدوني في المجلس مع من بكره؟ يعني اول مره احضر رمضان في الدوحه. وانت على فكره يا جماعه ترى عكاشه من احد الجماهير اللي راحوا والامارات اذا تذكرون. اي نعم. كاس امم اسيا. ايه رحت على مباراه الامارات، وكان مباراه الامارات وقطر. ايه ورحت يعني خصيص باش نشاهد المقابلات. ورجعت عقب الجزائر صح؟ عقب رجعت الجزائر، صار لي مشاكل بس رجعت الجزائر. الله يعطيك الصحة والعافية. زين، وفي يوم كلمتني في التليفون قلت انك بتروح البرازيل او اخذت تأشيرة البرازيل؟ انا دفعت على اخذ تأشيرة البرازيل عشان احضر كوبا امريكا، ولي الشرف احضر اشجع المنتخب القطري لان اول منتخب عربي راح يحضر بطولة كأس آسيا كأس كوبا امريكا.
معروف الكرة اللاتينية كرة قوية جدا. شجع. فحب نشوف يعني احنا مستوانا العرب مع الكرة، يعني هم اللي بدعوا الكرة، يعني اللاتينيين يعني البرازيل يعني ام الكرة. اي نعم. حكاشة بكرة مع من انت، مع السد ولا مع دحيل؟ يا اخي انا مع السد، ابو نجاح جاي من الجزائر عشان شجع دحيل. جاي انت جاي عشان شجع القلب يوم قال في يعني احنا ابو نجاح يعني هو شرف لنا الكرة الجزائرية في دولة قطر، ودولة قطر الحين يعني متطورة في الكرة الحمد لله. وأقول لك ليش السد؟ أولا السد يعني أشجعه من قبل يعني حضرت له نصف نهائي يعني 2015 هيك فاهم. والسد معروف بأن عنده هجوم قوي وعنده وسط ميدان يعني حلو، ويقول لك الدفاع أفضل وسيلة للدفاع أن الهجوم. لما يكون عندك هجوم زين تأكد باللي أن الدفاع يعني لا لسه. جايب لي هدية معك من الجزائر. ها؟ جايب لي هدية معك من الجزائر. جايب تمر. طلع الشاشة خلينا نشوفه. تمر جزائري. السلام عليكم. السلام. الله خير. تسلم. حق المحللين هذا مو حق خالد جاسم. حق السيارة حط. كلنا. تناصفه كلنا. مشكور يا عكاشة بيض الله وجهك. الله يبين. شكرا. إن شاء الله. بس التمر عليه شعار دحيل. ها؟ ايه تمر كنا عليه شعار دحيل. صحيح تمر عليه شعار دحيل؟ اغلبية الجزائريين مع دحيل ترى. دحيل ما بعرفه. ها؟ بعرفه على يعني دحيل ما بعرف. لا لا يقولون التمر عليه شعار دحيل؟ لا لا شعار احمر. لوجو لوجو. هذه وردة عشان دحيل اخي. اوكي. عشان جمهورهم. بس اغلبية الجزائريين مع دحيل ترى. مشكور مشكور يا عكاشة. ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. خلنا ناخذ فاصل. السد ما يخيب املنا دوم يسبق الى كل الجوائز. والله عدت السد ما يخيب املنا دوم يسبق الى كل الجوائز. وش تقولون وش تقولون يا الجماهير. خلنا ناخذ الموقع شو يقول برنامج المجلس. يقول اللي صوتوا 937
67 ما زالت للسد و 33% ما زالت لنادي دحيل. يوسف ربيع جاهز؟ نروح حق يوسف تفضل ملعب الوكرة. شكرا خالد. طبعا طلعنا مع طبعا احد طبعا المسؤولين في دحيل، الحين نطلع مع احد نجوم السد عبد الكريم حسن. بدي ارحب فيه اقول لك يعطيك العافيه. اعتقد السد دائما عندهم موضوع الطمع، 16 لقب ويطمعون ايضا للقب 17. اكيد بلا شك نادي السد يعني معروفين احنا من زمان، يعني كل بطولاتنا يعني نبي ننتصر فيها، نبي ناخذها، نطمع نحقق دائما ارقام قياسيه في عدد البطولات. شلون استعدادكم للمباراه يعني المهمه المنتظره غدا؟ اكيد يعني استعدادنا كاي نهايه كاي بطوله اكيد، لكن هالبطوله تختلف، الملعب جديد، افتتاح مونديالي، حضور سمو الامير، نهائي كاس الامير، اكيد يعني الفوز فيه يعني تاريخ لنا، كان افتتاح اول ملعب يعني. شيء بشيء يذكر، قلت الفوز تاريخ لكم، ايضا التاريخ سطر اساميكم طبعا باحرف من ذهب في الفتره الغير الماضيه بطبعا حمل كاس اسيا، اعتقد انه هو ايضا انجاز كبير، وايضا حمل كاس سيدي سمو الامير ايضا راح يكون انجاز مميز. اكيد بلا شك، لكن هالشيء بيكون استثنائي لانه من اول الملاعب المونديالية، فاحنا ودحيل نفتتح الملعب المونديالي ان شاء الله، لكن ان شاء الله اتمنى ان الكاس من نصيبنا ان شاء الله. ما تدور شيء ضايع عليك، شيء ناقصك هاليومين؟ شيء ضايع ناقصني؟ كنت تدور شيء من يومين تذاكر ولا شيء؟ انستغرام تدور تذاكر حق من؟ والله الشباب الاهل يبون تذاكر، لكن شو اسمه العالم متاخرين يعني، التذاكر كانت معروضه من قبل، فاكيد الناس اللي متكيس اللي يبي. حسن تعال احنا على الهواء، تعال لا تروح اللي يبي اكيد يعني عرفت ان التذاكر مطروحه من قبل، لكن الناس خليني اكمل خلاص انا خلصت ترى، بس موضوع التذاكر بس، فاكيد الناس اللي يتكيسلون يجون لك في الوقت البدل الضاع اكيد ما راح يحصلون تذاكر. ليش تدور؟ اه كان ما دورت. لا احنا المفروض احنا السينما احنا لنا سمونا وضع خاص. حسن قائد الفريق، يمكن عنده تذاكر، عندك تذاكر حق جمهور السد؟ والله اذا عندك عطني جماعه الكل يدور تذاكر. بس اتوقع امس احمد الانصاري المسؤول الاعلامي في النادي اتوقع وزع على الجماهير تقريبا 200 تذكره شيء من هالرقم، يعني قريب من هالرقم. أكيد مشكلة التذاكر المفروض كان على الجمهور، ممكن أتوقع أنه يشترونها من بدري شوي. صحيح التنظيم شوي كان مش على قد المستوى، أكيد في ناس كثير بيحضرون خصوصا من جمهورنا ما حصلوا تذاكر. أكيد الاتحاد عنده عذرة وعنده يعني ظروف اللي خلت التذاكر تخلص بهالسرعة يعني. أبطال، أول ملعب مونديالي في استاد خليفة كان طبعا نادي السد، بكرة افتتاح طبعا ثاني طبعا الملاعب اللي بيتم افتتاحها اللي هي ملاعب المونديال. أكيد مباراة بكرة مباراة صعبة، مثل ما تعرف أنت نهائي، فريق دحيل فريق صعب، نتمنى التوفيق في المباراة، نتمنى إن شاء الله الاسم هاي ما يروح منه يعني، حتى في افتتاح بكرة إن شاء الله ناخذ الكاس احنا بكرة، ونتمنى التوفيق يعني نطلع من المباراة بمستوانا، وأكيد إذا طلعنا بمستوانا راح نفوز بالمباراة. حيل يقولون يعني إنه مستحيل يخلون موسم يعني لهم يطلع بدون أي بطولة، إلى الآن دحيل لم يتوج بأي بطولة. صحيح دحيل ما راح يرضى يعني، المباراة مثل ما قلت لك ما راح تكون سهلة، راح يقاتل لين آخر دقيقة في المباراة. حتى هو كان خسران الدوري فترة آخر مباراة في الدوري، بعد كان يقاتل على الفوز عشان يعني يقرب ويقلص الفارق معنا في الدوري. فدحيل فريق صعب، فريق شرس، أتمنى إن شاء الله بكرة إحنا نكون في يومنا، وإذا كنا في يومنا أعتقد صعب حد يوقفنا. كل التوفيق لكم، كل التوفيق لدحيل. بس لحظة شيء قبل لا تروحون، في أغنية عن السد دائما تقول، وش تقولون؟ قول السد فايز. شكرا لكم. طبعا هذا اللي كان عندي من ملعب الوكرة من المكزون، المنطقة المخصصة طبعا لإجراء اللقاءات. كل التوفيق لدحيل، كل التوفيق للسد، هي دعوة مفتوحة طبعا للجماهير اللي عندها التذاكر، اللي ما عندها التذاكر نقول الله يعينكم، فعلا كانت التذاكر لازم ناخذها من بدري احنا الناس اللي بنحضر المباراة. كل التوفيق مرة ثانية للفريقين. تذاكري براحت، واللي ما اشترى من قبل أول ما تروح التذاكر أكيد ما راح يلاقي.
يعني انا شو اقول لكم يا الربع؟ شوف موضوع التذاكر هذه اذا ما حصل احنا مثلكم اول شيء احتجينا وين التذاكر وليش ما حصلنا وليش ما في تذاكر وليش وليش وليش. فالوضع كان الاتي، الوضع الله يسلمكم ان التذاكر من اللي قاعد يسولف خالد هذه بدله. شكرا بالخير خالد، اسف انا ما اشرح عليك، انا اشرح على يمينك، يعني يمينك المفروض يقول لك ترى انتبهنا على الهواء، يعني هو مخضرم والله ما قال لي، ما قال لك صح؟ وانا ما سالته بعد باعك ها؟ وانا ما سالته بعد. عموما التذاكر انطرحت في شهر 4 يا جماعه الخير، ومن شهر 4 والناس كانوا يشترون. عبد الله جاسم بسليطي يقول انا كنت اروح اشوف لك شاكل اللي هناك في المجمعات فاضيه ما فيها احد، فالناس كانوا يشترون شوي شوي اللي كان ياخذ اونلاين، صح ولا لا؟ هو انت قلت لي صحيح صحيح ها؟ صحيح. فاليوم التذاكر كلها راحت، ناس اشتروا خلصوا. يقول لك حتى مثلا اليوم في مسؤولين من نادي السد يدورونها بيشترون تذاكر مو ملاقين. المسؤولين من نادي الحي يبون تذاكر مش ملاقين، لان التذاكر راحت اشتروها الناس. مثل ما انت الحين بتروح مثلا تحضر سينما او مناسبه معينه، في كراسي معينه قدامك، اذا اشتريت من البدايه خلاص رحت. اللي اشتروا في البدايه الحين مرتاحين مركزين وقاعد يشوفون الناس شلون منزعجين مش محصلين تذاكر. 40,000 مقعد راحوا كلهم راحوا، فالله يعين. لكن على فكره يعني تحسسون انه ما في لعبه الملعب عندكم بعد شاشتكم، شاشه قناه الدوري والكاس. نعم. واحنا ان شاء الله راح نكون معاكم بكره على الهواء باذن الله تعالى. بكره يعني قناه الدوري والكاس راح تكون معاكم من الظهر لين الليل، ما عندنا الا هذا النهائي ان شاء الله، نهائي اغلى الكؤوس، نهائي كاس سيدي سمو الامير. فيوم مفتوح ان شاء الله راح يكون اكثر من 45 كاميرا في كل مكان، برامجنا راح تكون شغاله على الهواء مباشره. مهرجان راح نعطيكم الاجواء والفعاليات والمناسبه ومن قلب الحدث باذن الله تعالى. كل صغيره وكبيره شارده وارده عندكم بكره من خلال شاشتكم ان شاء الله. اخراج علمي بس خالد، طبعا اخراج علمي خالد، بس حتى خالد. الجماهير الحين لازم يعني يفهمون يعني ويتغير مفهوم ان اجي قبل المباراة بربع ساعة، ولا أني أخذ التذكرة قبل المباراة نقول بعشر ساعات ولا بيوم. لا، الحين أنتوا شفتوا وش اللي صار في هذا الحدث، يعني مباراة مهمة وحضور سيدي سمو الأمير ومباراة ممتعة واستاد مونديالي جديد. فحتى في يعني المناسبات المماثلة لازم الكل يأخذ باله من الحين، اللي يبي يحصل له مكان زين ويقدر انه يوصل للمباراه يعني لازم يستعجل. وبعدين خالد لازم يعني نذكر الشيء المهم الحين، ان بكره مباراه مهمه، ف يعني الكل يبي يبرز المباراه انه تظهر بشكل تليق باسم البطوله وبحضور سيدي سمو الامير. فنبي الناس خالد من خلال يعني حضورهم للملعب، ان كان في الطريق ولا ان كان في الملعب ولا ان كان في بعض الاماكن المزدحمه، الكل يطول باله، ولا بد ان كلنا نسعى ان تطلع هذه المباراه بشكل مثالي في كل يعني كل في مكانه. ونشكر الجماهير وان شاء الله المره الجايه يعني ما يتاخرون على خالد. كلام على نجمين في مباراة بكرة، مواجهة خاصة بتكون بين المعز علي وبين أكرم عفيف. في نهائي الأحلام الآسيوية أمام الياباني كان سوية، واليوم وجها لوجه في نهائي آخر قد يكون باسمه وما تدور الأحداث من حوله هو أكبر للزميلين المتنافسين على أعز الألقاب المعز علي هداف آسيا وأفضل لاعب فيها، وأكرم عفيف صانع الفخر بآسيا وأفضل لاعب في دورينا. عز ورب الكون، عز ورب الكون، عز يسجل العنابي بأقدام المعز، هز أركان الملعب هز. ونبدأ بالأكبر سنا بشهرين فقط وليس عاما أو عامين، المعز علي هداف آسيا بتسعة بصمات كأكبر حصيلة لنجم الأدعم، لكنه هنا لم يظهر هذه الموهبة حتى الآن، فأمام الشيحانية أخذ دور صانع الألعاب ولم يسجل، وكذلك الحال مع السيرية حيث برع بخلق الكرات ولم يسجل أيضا، ولعلها تعليمات المدرب البرتغالي بأن يكون له دور في خلق الهجمات لمن هم في الأمام كمونتاري وإدملسون،
زد عليهم العائد للصفوف يوسف العربي. والله الله 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 يا إدمنسون، الهدف الثانياتي، الهدف الثانياتي. وبالانتقال إلى الأصغر سنا كما قلنا بشهرين عن المعز، فإن أكرم عفيف حلقة وصل لا غنى عنها لا في السد ولا في المنتخب، حين صنع 10 أهداف بالتمام والكمال في آسيا. وهنا في كأس الأمير كان له الكثير من البصمات، زد عليها الدوري الذي برع في تسجيل 26 هدفا، وهو الوسط وليس الهجوم، وعليه فإن السجالة بين الطرفين سيكون بطعم الأدعم المحلى بكأس الأمير، ولكم من الفرجة ما سيسر الناظرين إن شاء الله. يعطيك العافية أبو محمد مايد. نعم، أقدر أقول ترجيح كفة الفريق بكرة عند عفيف وعند المعز؟ نعم أقدر أقول. نعم. حلو، هم الأوراق الرابعة بكل بساطة. أكرم وعفيف، نادي دحيل ونادي السد محظوظين، أكرم والمعز أبو محمد ومعز محظوظين بوجود هؤلاء اللاعبين. هؤلاء اللاعبين قيمتهم الآن قيمة لاعب محترف أجنبي، لا يقلون عن أي محترف جاي من برا من الخارج. والله وأفضل، هم رقم واحد في النادي، مؤثرين جدا في انديتهم، هم مؤثرين على مستوى اسيا ومع انديتهم في 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 الانديه الاسيويه، ومع منتخب قطر في كاس اسيا شاهدناهم، واحد سجل 9 اهداف وواحد صنع 12 هدف في البطوله، ارقام خياليه واداء رائع جدا. عندهم المهاره وعندهم المستوى التكتيكي، وانا اقصد التكتيكي يعني يقول تكتيك حتى على الفرد، تقدر تلعب تكتيك لان تحركاتك صح، دخولك في جهات متقاطعة في الملعب صح، تقاطعاتك مع زملائك، تعاونك مع زملائك، تسجيلك الأهداف، صناعة الأهداف، هاي كلها اللاعبين يملكونها. يعني احنا محظوظين في قطر ان هؤلاء الان اللاعبين عندنا في الكرة القطرية يعطونا المتعة ويعملون الإثارة ويعطون الدعم لفريقهم. فأكيد هم بيكون بكره مؤثرين مع أكرم، بيكون مؤثر مع السد، والمعز بيكون مؤثر مع دحيل. انا بتوقف عند المعز، شوي عندي شوي تقاطع بسيط مع 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 يونس. معز في المنتخب لعب كرأس حربة وسجل 9 أهداف، لكنه في واقع الأمر أصلاً هو جناح يسار خلف المهاجمين، جناح يسار يلعب في في في, في المنتخب. في كأس آسيا يلعب رأس حربة، لكن الآن لو لحقت أهداف المعز دائماً يعني مش مهاجم لعب بوكس يستقبل كرة، أهداف معز كلها من خارج 18، يعني يجيب بشكل قطري ويسجل من الطرف، يسجل آخر هدف اللي نصنعه من وراء 18 على رأس القوس 18، صنع هدف حق دحيل. يملك مميزات أكثر من أكرم للعلم، معز يملك مقومات أكثر من أكرم، مع احترام أكرم. من الناحية إنه في داخل البوكس عنده مميزات ما يملكها أكرم. أكرم طرف ممتاز، دريبلينج واحد بواحد يروح عليه براحة، يعكس بشكل جميل، يتحرك صح، يدخل من 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 18 لكن ما يوصل في البوكس. لا، معز عنده مقومات، هذه يعني مقومات ممتازة جدا. ها، وين توصل الهدف الكرة؟ وين يوصل الهدف؟ فإحنا الصراحة يعني محظوظين بالفريق. أنا بتكلم شوي خالد بشكل سريع عن المباراة وتحليلي لها. انا اعتقد ان الفريقين يملكون 4 مهاجمين يقدرون يسجلون في اي وقت في المباراه،
يعني انت تتكلم عن دحيل عندهم ادملسون وعندهم المعز وعندهم الان بيلعب مونتاري وتحته شويه الياباني رباعي معروف راس حربه تحت مهاجم جناحين السد ايضا عنده بنجاح تحت شافي على اليمين الحسن الهدوس على يساره اكرم عفيف نفس الرباعي الهجومي في اي لحظه يقدرون يسجلون هدف كلهم يقدرون يسجلون هدف ومتفاهمين ومنظمين صح وعارفين مراكزهم وحافظينها وهم يضحكون يعني اكرم وبنجاح حافظين بعض غيب حافظين بعض غيب يعني اكثر واحد صنع هدف حق بنجاح اكرم واكرم وبنجاح صنع حق اكرم اهداف بالكثير فالان من اللي بيعمل الفارق في المباراه اللي بيعمل فارق التنظيم الدفاعي وخط الدفاعي خط الدفاع السد هو الفارق صحيح. العلامه الفارقه في المباراه فريق منظم رباعي جيد حافظين دورهم بشكل جيد سواء جي عبد الكريم طارق بوعلام حامد او طارق وبوعلام يجي بدرو وحامد يكون على الدكه فرباعي السد قوي جدا منظم عكس دحيل حتى الان مع الاضافه الكبيره اللي جاء اللاعب فيها المغربي بن عطيه ما عمل حتى الان الاضافه بن عطيه جاينا كابتن منتخب المغرب جانا من فريق جوفنتوس الايطالي اسم كبير ومش اسم كبير وبايرن ميونخ ولاعب كبير لكن حتى الان ما اعطانا المستوى الفني اللي كان متامل منه دحيل حقيقه ممكن المشاكل الدفاعيه اللي صارت في دحيل ممكن ايضا اسلوب اللعب الدفاعي في دحيل مره يلعبون اربعه وممكن يلعبون ثلاثه فهذه اكيد الانسجام ياثر على اي لاعب يعني خاصه خط الدفاع اذا ما في كان في انسجام في خط ثابت وفي تفاهم طريقه لعب واحده هذه تاثر على اللاعب فحتى الان بن عطيه ما اعطانا التاثير الفني الكبير والاضافه الكبيره حق دحيل احمد ياسر ايضا من يعني صار له 6 شهور راجع مع دحيل يعني العام الماضي ما كان معاهم فالانسجام مفقود والان المدرب يلعب ثلاثه بكره بسام ايضا مصاب ممكن دخل محمد موسى ممكن دخل مراد المدرب عنده خيارات عفيفي ايضا مش الدفاع عفيفي واجباته اكثرها هجوميه يعني علي عفيف يمتلك الناحيه الهجوميه افضل من الناحيه الدفاعيه وانت بكره تحتاج الى ناحيه دفاعيه بكره اللي دفاعه قوي هو بيأمنه وسط الملعب ايضا يختلفون وسط يعني بكره ما دبوا جونيور اثنين رتب كلهم قطعين ارتكاز محاور دفاعيه ما دبو وجونيور ما عندهم النزعة الهجومية عكس قابي يقدر يلعب في السد يتحرك قدام الكوري سالم أو الكوري ففي أيضا ميزان القوة في وسط الملعب شوي نسبيا لصالح السد مباراة صراحة قوية حراسين المرمى جيدين سواء كلو دامين في دحيل قوي طويل كرة عرضية وشي من الحارس سيد شافي يا أبو محمد ها؟ نسيت شافي قدام قابي ويونغ نسيت شافي كصنع لعب إضافة للخط الوسط شافي هو مريح اللي يعني لو شافي موجود في دحيل المباراة كاملة ما بكره الكوتش لحظة شوي بكره الكوتش أنا ما تكلمت عبد الله تاني تكلم 5 دقائق ما تكلمت ممكن أكمل أوكي كمل عن شافي حقيقة شافي يعني لاعب يتفرغ للناحية الهجومية لصناعة اللعب لدعم الفريقين لتوجيه يعني توجيه وسط الملعب يعني ايضا هاي ميزه كبيره يعني احنا محظوظين ايضا بوجود شافي افضل لاعب في وسط في العالم في الدوري القطري بكره اكيد 100% العالم بتستمتع بالمباراه الفنيه عكس الامور الاداريه اللي بنتكلم عنها بعدين سواء الملعب المونديالي الجمهور المواصلات الطرق المترو وكل حاجه بنتكلم عنها خالد خل الرد انت تكلم يا اخي لا معلش انت من البدايه اعطني فرصه عاد وجهك عبد الله بس انا في سؤال حق في تويتر حق يونس محمود اوكي تفضل سمعت لي السؤال اللي يقول لك تحياتي للجميع يا اخو سؤال كابتن يونس كونك مهاجم اولا ولديك نظره وعارف امكانيات لاعبي الفريقين ثانيا حسب ما فهمت من كلام الاخوه بان يوسف العربي جاهز للعب يعني الفريقين يملكون خط هجوم عالي المستوى تعتقد من هو الاقرب لهز الشباك مهاجمي السد ام دحيل مع تبيان السبب خالد انا ابو محمد رد علي بس انا اقول لابو محمد هم رد علي مقارنه بين اكرم والمعز غلط لأن المقارنة ما توجب ليش؟ لأن الأكرم أفضل من معز بهواية مراحل المعز أفضل كجناح لا أي كجناح أيه؟ المعز أفضل من أكرم داخل الجزاء بمراحل مين؟ المعز هاي اللي أقول أنا المعز من النوع اللي قول بس المعز مو لاعب صاحب حلول يعني مو هو الحل اللي يسوي لك بكل المباراة كل ساعة يسوي لك حل لا المعز تجي فرصة يسجلها
مو مثل أكرم. أكرم من بداية المباراة لنهاية المباراة يمكن يسوي لك فد 40 حل، الباص، المراوغة، احتفاظ بالكرة، فاولات، كثير يسوي لك إياها. المقارنة تصير بين إدملسون وأكرم عفيف، إيه، لأن اثنينهم تقريبا نفس الستايل، تقريبا نفس الدور اللي يقومون به. بعد يختلفون؟ لا لا ما يختلفون، أبد ما يختلفون، يختلفون كليا، أبد نفس الستايل أبو محمد بالضبط، يعني إذا مو 90% 100% أقنعها اثنيناتهم ونفس الشيء مهارين. بس يختلفون؟ لا لا ما يختلفون. شو المهارة؟ المهارة يونس. ها؟ في المهارة. شين المهارة يلا نطيني شين المهارة؟ المهارة في المراوغة وفي التكتيك. إيه؟ لا أنا أشوف أكرم أفضل. لا 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 عليك. لا مو في لا لا بعد هاي واقع تبيح راي. هسه عوف 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 المجاملات. لا ما في مجاملات. نحكي لحظة لحظة والله ما جامل. شوف خلنا أقول يونس، أنت حطيت إدملسون وأكرم صحيح، أنا أقول لك الاثنين أصلا ما نقدر نقارن صح، بس ما تقدر تقول لي والله الاثنين نفس الشيء. تقريبا اذا مو 90% 100% لا 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 بعطيك كلامك ادلسون لازم تفاوض لازم تفاوض في الاهداف احسن عبد الله شكك ما راح اكرم في لا 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 غلطان 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 اكرم اكرم اني من قلت ان السؤال حق يونس خلي كمل يونس كمل يا كابتن كمل اول شيء بس عشان تكمل بس اعتقد بان العربي مش حيلعب عشان ما يلعب لا لا العربي ما راح يلعب مصاب بس مونتاري موجود وهداف المعز وأكرم اثنينهم يكملون بعض نعم. يعني بس مو نفس الشيء يعني كل طبعا يعني هذا عنده مواصفات معينة وهذا عنده مواصفات معينة وعدي. لكن اثنينهم يلعبون مع بعض اثنينهم يكملون صح بعض. صح أنا إيش قلت لك صانع لعب بالضبط مع لاعب عنده حلول مع لاعب هداف صح المعز شنو اللي سواه مثلا أنتوا كل أنا أعرف أكثر حاجيكم يرجع للبطولة آسيا أكرم يسوي المجهود الأكثر المعز عليه اللمسه الاخيره اللي هي شنو الجول صحيح وهذا كان مكمل مثل ما يقول الاستاذ علي لكن اذا ترجع من تريد تفتتها للموضوع حط الهدف الاول مال سيليه لو سمحت اي الهدف وحده تصير هذه طبيعي كره القدم بس انا اي بس انت انا احكي لك على اكرم عفيف كل خمس دقائق يسوي لك اثنين ثلاثه مو على اللاعب يسوي لك في مباراه شغله واحده حتى الهدف الثاني معي صنعه إدملسون نفس ستايل اكرم عفيف يصنع أكثر أهداف دحيل تقريباً إذا مو 90-85% لكن ما عنده الدقة ما عنده الدقة لأن الواجبات تختلف يا أركبكم بس عوف الواجبات تختلف ما عنده لحبة لا لا نفس الواجبات تختلف تقريباً إذا ما يسجل يمكن 90 إذا مو 100% لا بين أكرم لا 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 بين إدملسون ونفس أحمد الرواس دقيقة نفس الواجبات ونفس الأداء ونفس تقريباً الستايل لا يا اخوي هسه غير نحكي لكم انا تفضل كمل لو سمحت تكمل بروح حق عبد الله جاسم كلام تفضل خلصت تفضل عبد الله جاسم هو ما يخلص هذه بيبي لك الرواسخ تفضل عبد الله خليك في حالك اوكي انا من استلم الميكروفون ثاني بعد من امسك انا ضغطوا علي يعني خلص بسرعه لا لا تفضل تفضل لا انا ما اطول كلمتين باختصار لا لا خذ راحتك جناح على طول ليش يا احمد الرواس اكرم يقدر يلعب صانع احمد الرواس يونس محمود يونس محمود اكرم يقدر يلعب صانع لحظه يا شباب هي مش سالفه عناد ولا انتم اطفال انا اعلمكم انا اتعلم منكم لا مو شغله أطفال. خلنا الناس يتكلمون يا أخي. شغلة أطفال. لو سمحتوا. لا أعطونا فرصة نتكلم. ما يصير يعني. يونس عطت قوية كفاية. أصلاً حتى بالجوائز مال الاتحاد القطري مجاملة للمعز على حساب إدملسون. نقطة راس سطر. طيب شكراً لك بارك الله فيك. تفضل عبد. نقول حق مباراة السد والدحيل بكرة هنيئاً للفريقين يعني صراحة ما نحسدهم لكن غبطهم يعني إحنا نتمنى. أو كل نادي يتمنى يكون في موقع السد وتحيل بالنسبة حق مباراة بكرة الافتتاح الجماهير حضور سيدي سمو الأمير الكرنفال اللي راح يصير افتتاحية الملعب كلها أمور يعني الكل يتمنى يكون في مثل هالموقع وجينا بكرة حق مباراة بكرة بين الفريقين راح تكون مباراة صعبة كل المقاييس يمكن اللي احنا نتكلم فيها الآن يعني على الورق سهلة لكن في الواقع ما تدري إيش اللي يصير لكن في معطيات تعطي ومؤشرات تقول لك والله السد افضل من دحيل من واقع ايش يعني لو جينا اولا حق دحيل غير عن دحيل العام دحيل السنه مختلف بالنسبه حق الجهاز الفني ما كان في استقرار عنده نقص اربعه اساسيين عنده تغيير في اثنين في المحترفين كل هذه اسباب يعني تجعله او يعني تخلي حتى المدرب ما يكون عنده استقرار لو جينا حق فريق السد من ناحية الهجوم يعني البعض أحيانا يقول لك
الخطة أو التكتيك الدفاعي عند الخصوم ما كان على مستوى. اليوم احنا لو جينا حق هجوم السد يلخبط لك أي تكتيك وأي خطة دفاعية، هجوم السد قادر على أن يفككها بنجاح. أكرم، علي أسد، تشافي، هيدوس، الهيدوس، فريق يعني صعب في الهجوم، يعني ما تعرفهم وين يدخل عليك، ما تعرفهم وين يهجم عليك، ما تعرف شلون بيسجل عليك، فالمباراة صعبة. أيضا بالنسبة حق دحيل، صحيح عند الدفاع عنده وسط قوي، يعني ممكن نقول احنا يتفوق حتى على وسط فريق السد، لكن في المقابل أيضا عنده هجوم. يعني احنا ممكن لو جينا نقيس اليوم لو حطينا بالنسبة حق تشكيلة السد، ما تقدر تحط واحد يعني قبل الثاني أو تقول هذا أفضل من الثاني، الكل يعني تقريبا مستوى. لكن لو جيت حق دحيل ممكن تحط أول واحد فيهم أدملسون راح يكون على إيش رأس القائمة. إذا في مفاضلة بالنسبة حق السد ما عنده مشكلة، القائمة مليانة بالنجوم. لكن دحيل احنا نتكلم عن 11 لاعب اللي راح يلعبون، أدملسون الآن يقارن بمن مثل ما تفضلوا الإخوان أكرم عفيف بالنسبة حق واجباته، هو اللي يمرر، هو اللي يصنع، هو اللي أحيانا بدأ يكتسب الآن الثقة والخبرة يعني غير عن العام. نعم الحين قاطعتني ونفس هاي. لا كمل قول عن لا. عن القائمة هذه، قائمة السد. أيوة إيش فيها أفضل من قائمة الدحيل بالنسبة حق قائمة الدحيل؟ أي طبعا، شو المشكلة؟ أنت الحين تقول متغربين. لا انا اقول لك لجينا في ال 11 لاعب في الملعب وقت المباراه تختلف الامور. انا اقول لك لكن كقائمه انا اقول لك انا لما احط ال 11 لاعب بالنسبه حق السد ما تقدر تفاضل واحد عن الثاني، لكن بالنسبه حق الدحيل بحكم النقص وبالنسبه حق تغيير اللعيبه المحترفين عندهم اختلف الوضع السنه، ما نختلف. لكن الان بالنسبه اللي جيناهم نحطهم في الميزان وقت المباراه تختلف الامور، ما تخضع للمعايير اللي على الورق، فراح نتوقع يعني راح تكون مباراة صعبة لين آخر دقيقة. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. بس ما شو اسمعي لاعب تخلي بدحيل يعني ماكو مفاضلة بالسد عن دحيل. لا السد قوته 80% مع احترامي الرأي الجميع، قوته بكرم عفيف وتشوف ما نختلف عليه، ما نختلف عليه. ايضا يا اخي معليش ايضا دحيل في الوقت الحالي يونس تختلف. أدملسون الان في الوقت الحالي غير عن العام، ترى أدملسون نضج، خبرته زادت، بدا يسجل يمرر، يعني اصبح لاعب متكامل الان. لذلك انا شبهته ب يا اخوان ترى كره القدم بس انت عندك بس خالد بس حتى تصل الفكره، ما يعطي فرصه وايد. شكرا لك خالد. برشلونه بس يشيل منها ميسي. شوف تفضل خالد قطع يونس. شوف جاسم، كل الكلام اللي قال هو الواقع هو الصحيح، لكن بكره انا ابا على اساس ان انت قطعتني او كان في انا قلت لك انا نعم تفضل تذكرتني بالذكر. وشوف الله يجزيك خير. شلون كل الكلام اللي قال واقع وصحيح؟ يعني قصدي على القائمه، على الحضور، على الترتيب، حتى ابو محمد، حتى الدفاع اللي تكلم عنه فعلا بكره العب عليهم على الفريقين. شوف بكره اول شيء حضور سيدي سمو الامير، هاي شيء المباراه ما راح تكون بين مدربين اصلا اكثر ما تكون بين اللعيبه، لان بكره من هو الأفضل؟ Who's the best؟ من الأفضل؟ أنا ولا أنت؟ بكرة نهاية موسم من هو الأفضل؟ أنا، أكرم عفيف، المعز، شافي، أدملسون، مارتن، اللي وراء الدفاع، حتى أحمد ياسر. عفواً. معش بس خلنا أكمل كلامي. خلني بس نقطة واحدة. بس أكمل. من الأفضل؟ السد أفضل السنة. لا أنا قصدي كلاعب. لا. أنا قصدي بكرة شيء ثاني. هذا أنا أقول لك، أنا قصدي بكرة من الأفضل. أنا موجود، أنا كلاعب بكرة عندي. أنا بين لعيبة يعني. إيه أنا قلت لك بين لعيبة عقب تكتيك المدرب. هو بكرة. السنة هاي تو واصل. نعم تو واصل. فأنا أقول لك بكرة أصلاً مباراة الأفضل، أنا كلاعب أنا أفضل، أنا في التقييم، في المستوى، في الأداء. وعلى الدحيل يمكن يملك أفضلية إنه ما بطل العام حتى تعطي دافع، لكن بكرة الأفضل أنا موجود، المعز موجود، أكرم موجود، حسن، الكل بكرة يبي يثبت وجوده، يبي يثبت منه الأفضل، من يعطي أكثر، منه الأفضل. نعم. أنا أفضل منك، أنت أفضل مني في الدوري، أنا ترى بكسر شوكتك في الكاس.
فبكره ما راح تكون مباراه سهله، بتكون مباراه اصلا تكتيك على مستوى تركيز عالي واخطاء بتكون، واللي يتحمل بيتحمل العبء الاكبر مثل ما قال ابو محمد. الدفاع بكره بعد بيبرز، ترى بكره بعد بيبرزون الدفاع. لا انا اقول لك بكره انا من خلاص هذه اللي عندي، والله يوفق الفريق. خالد ممكن بس اضيف اشياء بسيطه، يعني انا وجهه نظري بكره يعني صحيح مباراه صعبه على الفريقين، لكن بكره المدرب شنو الحلول عندهم؟ انا اشوف بكره العبء الاكبر في طريقه في الحلول بالنسبه حق تحيل. تحيل بكره يلعب 4-3-3، انا اشوفه راح يعاني، لان طرفين الجنب عفيف وادملسون من يقابلهم حسن هيدوس او على اسد وبيدرو كان بيلعب كان عبد الكريم زيد كان بيلعب بكره شلون 3-4-3 قدامه 3-4-3 اي عقب ما غير طريقته. بكره بيعاني كثير لان طريقه لعبه واللاعبين الاثنين يعتمد عليهم هجومين اصلا واسلوبهم هجومي. مش أكيد عبد العزيز بكره شليبه مش اكيد يعني انه بيلعب 3 4 بس اثناء سير المباراه يختلف. انا اتكلم على مدرب صار له يلعب 4 مباريات وهذه الطريقه 5 مباريات بس اختلف معاه انه كمل فترات تعود. فانا اقول لك يعني يقابل مع فريق طريقته ثابته يلعب 4-2-3-1 السد صار له سنه لحد الان ثابت، لعيبه كمستويات ثابته ما عنده ظروف متغيرات في المستوى او في طريقه اللعب. فانا السد كاستقرار ذهني على 90 دقيقه فرضا، يعني الحين بسام مش لاعب بيحط محمد موسى عنده مشاكل فنيه وتكتيكيه في ارضيه الملعب وشفنا اخطائه، فبيضطر ان يلعبه في الثلاثه. فالمدرب بكره ضروري انه هو يشوف حل حق طرفي الاجناب شلون يغطي عصام ولويز يغطون هذه الاظهره، لان بكره اذا اكرم اشتغل صح حسن او علي اسد اشتغلوا صح السد فتحيل راح يعاني كثير على المدى البعيد. ما اقول لك كان الدياز فتحيل بكره ند قوي صحيح لكن على مستوى الاخطاء والحلول لا السد لا افضليه. كم مع سير المباراه طيب. غير 3-5-2 ممكن إيه بكرة لازم هو وش راح التعامل شلون مع سير المباراة ممكن يغير. يوسف تفضل. يوسف يا هلا يوسف إيش حالك يا يبا؟ صوتك ترى والله مش واضح يا أخوي، اسمح لي يبدو لي المشكلة من عندنا مش من عندك. تفضل يوسف. واضح ألو واضح لا يا خالد احنا بنتكلم عن التذاكر تبع المباراه شلون يبا؟ انا بتكلم عن تعطيني وقت بتكلم عن التذاكر احنا طلعنا من بدايه الجمهور من بدايه المباريات الدوري القطري نحضر جميع المباريات في اخر طرحه من طرحتنا في المحور انه نحضر المباريات النهائيه حق نادي السد المسؤول من إدارة نادي السد ولا المنظمين كأس العالم اللي نظموا بيع التذاكر بطريقة غريبة وأول مرة تكون عندنا في قطر. أنت يوسف العبيدي صح؟ لا يوسف العبيدي. ونعم 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 يوسف. الله يعينك حالك. زين؟ المفروض احنا في النهاية نادي السد ونادي السد المفروض الاتحاد أو المسؤولين عن التذاكر يوفرون 4000 حق نادي السد 4000 حق نادي السد. وين يحطونهم؟ في النص مقابل المنصة. هذا المفروض انت تقول اوكي بالارقام وتعطي بالارقام اذا ما عندنا مشكله بالارقام بنقعد على الارقام بس ال 4000 او ال 3000 حسيتها حق نادي السد وحق نادي الخيل زين. يوسف انتهى شوف يوسف انتهى وقتك اسمح لي بس سؤال، انت حصلت ذاك ولا ما حصلت الحين؟ ما حصلت لحد الان ما حصلت ذاك. طيب عبد احمد الانصاري اللي سمعتك كانوا يوزعون تذاكر في النادي اليوم تركب الناصب على شاري تذاكر وموزعها على جمهوركم. يا خالد رحنا النادي امس النادي اول امس النادي وزعوا تذاكر ب 20 ريال ورا الجول. انت الحين انا السيد بيلعب انا جمهور 10 في النص 5 يسار 10 يمين وين صارت؟ طيب بس عموما هو كتوضيح ترى ما في شيء اسمه والله ترى انك ان هني جمهور السد على اليمين مقصوره يسار مقصوره تحيل. في نظام كاس سمو الامير هاي السنه ما في، هم متابعين نظام كاس العالم وضحوا لنا الفكره الجماعه امس عندي في مجلس قالوا ان هاي السنه احنا مسوينها نظام مختلف. خالد انا معاك تنظيم نظام كاس العالم يا اخي امن 2000 تذكره في النص انا بشتري ما في بلاش
وانا بشتري سلسله بيع يوسف يا ليش ما اشتريت من البدايه الله يطول لي في عمرك؟ ليش ما رحت اخذت من البدايه؟ ليش اول ما اطرحها والتذاكر الله يطول لي في عمرك يوسف يبا شلون اشتري من البدايه؟ انا اطرحها والاطرحها والتذاكر في مجمعات قطر كلها من شهر من 25 4 طرحينها خالد رحنا قالوا عن طريق الايميل دخلنا عن طريق الايميل ما في تذاكر في مشتري في الايميل ما قدرنا نشتري انا رحت قبل هاي طيب عده مرات اوكي بعد المباراه مباراه السد والريان بعد مباراه السد والريان في الدور نصف النهائي بعد المباراه على طول اطرحوا التذاكر ليش ما رحت تشتري اطرحوا 200 تذكره والعالم اللي طلعوا من الملعب وقفوا لين دوما التذاكر خلصت سيب معناته يوسف الناس حولوا معاكم اجتهدوا يعني انباعت مش انه والله لا لا مو بيشتهدوا هاي مو بيشتهد هذا وين اشتهد لا يوسف اذا تخشمك تذاكر انا في النهائي توصلت تذاكر انا في النهائي مو بالتذاكر تتوزع حق يوسف يوسف الله يطول في عمرك هذه ما في شوف كرة القدم كرة الجميع والله يطول في عمرك التذاكر الله يسلمك عرضوها للبيع والناس اشتروا يعني ما في والله مثلا انا والله اخذت التذاكر وحطيتها في مخباي لا انا اكلمك ان التذاكر انباعت وانت شفت بعينك ان في تذاكر انطرحت ورحت انت يوم وصلت تشتري قالوا لك ما في يعني من سبق لبق احنا ما نبي بلاش احنا ما نبي بلاش احنا نبي نشتري بفلوس لا لحظه اللي وزعوا التذاكر يوسف التذاكر اللي وزعوها عقب مباراة الريان والسد توزعت ببلاش ولا بفلوس؟ لا بفلوس وزعت خلاص عشان ما فيها ما بيها ببلاش الله يهداك باعوها الناس اللي توزعت ورا الجول يا خالد ورا الجول في الملعب انت بعلمك شغله على الزاويه على الزاويه يوسف انا شوف انت طبعا من الناس اللي احنا نقدرهم ولهم مكانتهم عندنا لانك انت احد الجماهير اللي دائما تحضر وتآزر فريقها لكن الله يطول لي في عمرك انا اقول لك الملعب سيستم الملعب نظام الملعب الطريقه اللي ماشيين عليها ربعنا هالمره نظام كاس العالم بكره في كاس العالم اسمح لي لو منتخبنا بكره يلعب في كاس العالم لا تقول لي اعطونا تذاكر يقول لك من اللي راح يا خالد هذه فقره غير في المنتخب وكاس العالم عارفين انه متى بيلعب منتخبنا ومتى بيلعب فلان ومتى بيلعب فلان نشتري التذاكر لا يعني يمكن ما تلاقي اصلا بتروح تشتري يمكن ما تلاقي زين سؤال خالد سؤال قبل الابو لين يروح ودي عياله الصغار صح؟ اي الحين الابو لين يروح الملعب يقدر يودي عياله الصغار بالتذاكر يا انا شو اقول لك ليش ما في توضيح من قبل يا يوسف وضحها الله يطول لي في عمرك وضحها يا يبا وضحها وقالوا لكم ترى حتى الكراسي مرقمه بتروح تقعد في السيد الف كرسيك رقم 7 راح يجيك واحد من المنظمين بيطالع تذكرتك بيقول لك هذا كرسيك وماشي على هذا السيستم والنظام انت تقول انت الحين تقول انت من الجماهير المعروفين في نادي السيد اوكي نعم وين إدارة السد؟ ليش ما إدارة السد ما طلبت؟ وقفنا هنا في مثل 1000 ولا 500 إدارة السد لعلمك جمهورنا احنا بنشتري بفلوس إدارة السد أنا كلمت الأخ أحمد السيد وكلمت عبد المقصود وكلمت الإدارة كلهم قالوا ما في تذاكر والاتحاد ما أعطانا تذاكر يلا أكلم منه أروح حق منه دقيقة الله يسلمك تدري إن نادي السد اشتروا تذاكر ووزعوا؟ ولا ما تدري وزعوا على من على جمهوركم لا مو على جمهور انت بنفسك قلت الناس اعطاك احمد الانصاري اي وزعوا على من وزعوا من احمد الانصاري عطى من ايش دراني انا ما ادري انت شنو قولوا عطى من وزعوا على من وزعوا على العالم منهم يعرفونهم لا كان احمد الانصاري امس الله يطول لي في عمرك موجود في النادي ترى حرام عليك يوسف في النادي وزعوا انا امس واحد من الشباب عنده 4 أطفال رايح يبي ياخذ تذاكر قالوا له نعطيك تذكره واحده قال زين العيال بس جيب العيال وياك انا اجيب عيالي اسحبهم وياي يا اخي انا بودي عيالي ويا انت او قبل حددوا انه كل واحد ياخذ 5 تذاكر طيب. اوكي جو في النادي قال لا كل واحد يجيب تذكره واحده زين حط مجالي انا بجيب عيالي اجيبهم وياي اسحبهم من البيت اجيبهم من النادي واوقفهم في الطابور ساعة ساعتين لأي دوري أشتري حق إعلامي هاي النظام هذا اللي صار أمس النادي مع أحمد الأنصاري طيب بس انا بسالك سؤال اذا انا الله يسلمك الحين جيت انا وعيالي وعيال عيال وعيال فلان وعيال فلان ورحنا حق احمد الانصار وقلنا تعال كل واحد فينا يبي 5 6 تذاكر وين بيقدر يوزع على الكل؟ ما يقدر احمد يعني بقول لك شغله احمد يقول لك ممكن مثلا انا والله ترى اقدر اعطيك 3 انا بعطيك 4 بعطيك 2 ما يقدر يوزعهم على عائلتين اي ما يقدر ترى لا تلومونهم يا الربع ترى الحين النظام تغير انا اقول لك المعنى هذا بس
التذاكر توزعت في النادي حق نص ونص. انا اقول لك انا كواحد، انا واحد من السد وانت عارف كل الناس تعرف، وانا وايد من جماهير السد كلموني يبون تذاكر، قلت والله انا، قال انت ما حصلت، قلت والله انا ما حصلت مشتري. انا لحد الان ما حصلت مشتري، بقعد في البيت وطالع المباراه. ايش اسوي؟ مالك نصيب. احنا من بدايه الموسم نحضر واخر فرحتنا يقول لك قاعد في البيت طالع المباراه. يقول لك ما اشتهيت، انا اشتهيت ورحت النادي مرتين ورحت بلياجيو وحطيت على النت، ولا ما في في خلل، ايش اسوي انا؟ وايد اللي ما حصلوا يا يوسف، ما هبنت وايد اللي ما حصلوا. خطا من هذا؟ خطانا؟ لا ما هو بخطا، بعد الاعداد اللي تبغى تروح الملعب اكبر من من حجم المقاعد في الملعب. يا طيب انا اعطي الاولويه من العرسان في البطوله، السيد والحيل أعمل لهم على الأقل 2000 3000، أعمل لهم بيض أهم شيء. هذين البيوم بتفردين، أنتوا تبون بكرة المباراة فيها جمهور وفيها ندية، ولا تبون بس قاعدين تفضلون ياكلون حق؟ احنا معاك في هالنقطة، احنا معاك. المفروض جمهور الفريقين إدارة كل نادي من البداية تحجز تاخذ 1000 أو 2000 تذكرة وتخليها حق جماهيرها. هذا اللي احنا نطالب فيه. وين الإدارة؟ وين إدارة نادي السد؟ ليش احنا ما قلنا بلاش؟ خلاص انا بنشتري بفلوس الان شيء يحصل انتهى. بنشتري قالوا ما ما اعطونا الاتحاد. انت 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 الفارس في النهائي، مالك تدافع. اوكي يوسف ترى حتى الاخوان في نادي السد ونادي دحيل ترى حتى هم تفاجؤوا، لان احنا قلنا الحين الجماعه المشاريع والارث قاعدين يشتغلون على نظام انه يهيئون الجماهير يعني بنفس نظام كاس العالم، فحتى في اي في اي في اي عرس كروي جاي في الدوحه لازم الكل، بس اسمعني، لازم الكل يتفهم النقطه هذه، ان لابد انكم تسعون بدري لشراء التذاكر ان كان لكم ولا لعيالكم، على اساس ما حد يشتكي بعدين، لكن اللي بيتاخر هذاك الوقت هو المسؤول عن تاخيره. شيباني احنا معاهم مع الارث ومع النظام ومع تنظيم كاس العالم ومع النظام، بالعكس احنا ما نخالف هذا الشيء، بس نقول لازم الاداره تسعى انها تجيب جمهورها. انت بكره مباراه نهائي، بكره حلم حق كل فريق وحق كل مشجع يشوف فريقه زين، بكره انت بتلعب نهائي، وين الجمهور؟ من المشجع؟ يوسف اتمنى رسالتك وصلت حق ناديكم، واسمح لي اعطيتك الوقت الكافي والزياده، وان شاء الله يا رب تلاقي لك تذكرتين على قلبك وتروح فيها المباراه ان شاء الله يا يوسف. شكرا يا يوسف، واتمنى رسالتك وصلت حق ناديك ان شاء الله بعد. عبد الله تفضل. عبد الله يا هلا يا عبد الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. صباح على الجميع في الميدان. يا مرحبتين. صبحك يا ربحك. اتمنى الجمهور قبل ساعتين يحضرون الصراحه، فالنهائي محتفل كبير، احتفل ان شاء الله بالزعيم وفوزنا الكاس ان شاء الله. ان شاء الله ان يسمعون كلامك ويحضرون بدري ان شاء الله. الحمد لله انك تذكرتني من بعد مباراه ريال والزعيم، خففتني وانا مرتاح تماما، واشوف الناس ما شاء الله في ناس في تذاكر، الحمد لله على كل حال. فأتمنى توفيق الجميع إن شاء الله. مشكور يبا. شكرا يا عبد الله. خالد. حسين تفضل. حسين مكالمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية خالد. الله يعافيك يبا. هلا. يا مرحبتين. الله يحييك. خالد أنا بتكلم بشكل بسيط عن موضوع التذاكر، اللبس اللي صاير والأخطاء اللي احنا نشوفها تتكرر كل سنة من قبل اتحاد كرة القدم. الشيء طبيعي خالد، انا معك التذاكر طرحت لفتره طويله، لكن شيء طبيعي في كل دوريات العالم، في دوري الابطال احنا حضرنا في اوروبا ونعرف النظام، اذا اي فريقين تاهلوا النهائي لازم اللي ينظم المباراه النهائيه او الفريق او الاتحاد اللي ينظم البطوله لازم يعطي كل نادي عدد معين من التذاكر حصه. هالشيء ما صار. انت تقولون احنا تاخرنا مثلا، الجمهور تاخروا وليش ما حجزت؟ والله ان من فتره طويله يا اخي، انا اذا فريقي تاهل بحجز على طول، لكن اتحاد الكوره هل اعطى كل نادي عدد معين من التذاكر؟ اللي راح النادي اللي توزع في النادي عدد بسيط، جزاهم الله خير النادي، انا ما اقول لك وزعوا على بعض الجماهير على العدد اللي جاهم،
لكن الخطأ من اتحاد كرة القدم، وهذا دائما يصيرها الخطأ، يوزعون على المدارس، يوزعون على الوزارات، حتى يعني بعض الموظفات يأتيهم تذاكر وهم يعني تخيلوا، أو ناس ما يحبون كرة القدم يحضرون سوري تذاكر وعقب تطلع كراسي فاضية. فالمطلوب من اتحاد كرة القدم أن إذا أي فريقين تأهلوا النهائي يكون في عدد مخصص كل نادي، هذا اللي إحنا نطالب فيه. يعني ليش تخليني أنا أضطر إن أنا أشتريها من مكان ثاني بسعر؟ اسمح لي حسين، وأتمنى صوتك وصلت. أبو جاسم بس جزئية بسيطة. تفضل. شوف اللي اتصلوا جزاهم الله خير. في شيء أول كان الاتحاد كان إذا كان فريقين كان الأفضلية حق الفريق اللي وصلوا. الحين المفروض أن الجمهور يعي ويعرف أن الدنيا تغيرت الحين. يفترض أن في روابط للفريقين. هم يروحون يشترون التذاكر، ما في حين الاتحاد ما يعطيك على اساس نظام. لا لا خالد لحظه يشترون تذاكر بعد الاخ يحمل الاتحاد عشان برد عليه الحين. الاتحاد بس الاتحاد ترى ما له علاقه. انا اقول لك ما له، لان في لجنه مشتركه بين الاتحاد ولجنه المشاريع والألف. على رئيس الرابطه، رابطه الجماهير او الحين يشترون تذاكر من خلي الرابطه تفضل. يعني في لجنه مشتركه بين الاتحاد ولجنه المشاريع والارث، هي اللي تقوم بالتنسيق بينهم مع بعض لطرح التذاكر في السوق. وهذه طبعا صار لها الان تقريبا يمكن حوالي سنتين او ثلاث سنوات. اللجنه المشتركه هذه اللي قامت بالسوبر الاسيوي والمباريات الافريقي السوبر الافريقي ومباراه السوبر التونسي ايضا التونسي النهائي التونسي او السوبر التونسي. فاللجنه هذه ربما تكون فيها اخطاء طبعا، وكل عمل قابل للاخطاء، ولكن احنا نتمنى ان تكون هالاخطاء تتلافى في الفتره القادمه. ما في شك في ان الناس كلها قاعده تتكلم الان عن موضوع التذاكر، ان الناس تنتظر لين اخر لحظه تبي تروح تشتري تذاكر ما تحصل التذاكر، التذاكر نفذت. بس شوف محمد، لكن يجب ان احنا نفهم احنا ك يعني مشجعين للانديه او جماهير وكذا، ان من تطرح التذاكر ان نروح نشتريها. لكن مثل ما ذكر الاخ المتصل الاخير اني انا انتظر لين فريقي يوصل للنهائي. احنا نبغي ان الشخص اللي بيروح، لان هذا عرس رياضي يحضره سمو الامير حفظ الله، الكل يفخر انه يكون موجود لا في النهائي. بس عفوا، فالفكره أن يجب أن احنا أيضا نغير ثقافتنا في هذا الموضوع. ولكن إذا كانت هناك أخطاء، وأعتقد أن في أخطاء يجب أن احنا نتلافيها في الفترة. هي شوف، هي مش أخطاء، ربما تكون هفوة في هذه. كلام الأخ الأخير اللي تكلم صحيح 100%. هي تحجز كراسي في مواقع الروابط، روابط الفريقين ألف وباء، احنا ما ندري تحيل أو السادة أو الريان أو العربي يوصلون. المهم ألف مقعد أو ألف مقعد من الجهة هذه من الجهة هذه، هذه محجوزة للفريقين اللي راح يوصلون في النهائي. عرفت شلون؟ ما تطرح. طيب خلاص تكون محجوزه بحيث ان هالفريقين يقدرون يتصرفون حق جماهيرهم. كانت عندي حلقه عن موضوع التذاكر، كان يكون تتصل تتكلم. انا لا، ايضا توضيح للناس، لان الناس بارك الله فيكم. ترى الناس قاعده تتكلم عن موضوع التذاكر حتى حق مستقبلا نقول حتى حق لجنه التنسيق. اوكي، هم عموما الله يعطيهم العافيه يعني اجتهدوا، ونتمنى ان شاء الله اذا في اخطاء انها تلافى في الفتره. لكن يا خالد، اذا واحد مع التذاكر ما حضر، في امل اللي برا يدخل؟ لا ما يدخل، لا خلاص كرسي محجوز لك لين اخر دقيقه. علي، انت ممكن تحضر. علي، الو. يا هلا يا ابو علي. نعم، انت متصل يا باي؟ ها، انت اللي متصل. متصل اي، انت وين؟ انت في وين؟ انت من؟ في انا علي صالح. ونعم ونعم يا علي صالح، ما عليك شلون. اي نادي تشجع يا باي انت؟ علي الدحيل. شجعت حيل؟ ايه. بكره بتفوزون؟ ها؟ بكره بتفوزون على السد؟ اه والله ما يقدرون. فريق قوي. بعدين هو لعب مع الريان في المركز الرابع. فاز عليهم. فاز عليهم ب2-0. والدحيل فازوا على السرية 3-0. علي، انت تشجع الريان ولا تشجع الدحيل؟ اشجع الدحيل. ما تشجع الريان يا علي؟ لا ما اشجع الريان كلش. اعطاك اعطاك اياها كاش خلاص. الله يحفظك يا علي. الله يبارك فيك. علي بكره راح الملعب ان شاء الله.
علي بتروح الملعب بكره؟ لا تقول ها، قول نعم ولا بيه. نعم. بتروح الملعب بكره يباي؟ لا ما حكي تذاكر، جيت تذاكر مقفل. في نادي الدحيل، روح نادي الدحيل. عطوا حطوا الكاميرا على سالم. سالم ايه، حطوا الكاميرا على سالم. عندك تذكره؟ الله الله فيه. ابي رقم تليفونه. الله الله فيه، اذا عندك تذكره تليفونه تصل التذاكر. رقمه موجود عندنا. كفو يا سالم. تعطي تذكره يعني؟ تذكره من انت سالم. تذكرتي بعطيها اياها. تذكرتي بتعطيها؟ ما راح يروح بنفسه، هو هذا طفل. بس يروح بروحه. خلاص تذكرتي انا وعيالي بعطيها اياها. لا لا هو عارف. قويه هذه. لا لا خلاص اوكي. قلت بودي مع عيالي، قلت بودي مع عيالي. جيب لي رقم تليفونه. حاضر. ان شاء الله ان شاء الله. مشكله ما شباب راح رقم عندك في تليفونك. طيب عفوا عليك يا سالم. خلينا نتكلم على احمد. تفضل احمد. نتكلم على احمد. الو احمد. تفضل احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير خالد. يا هلا خالد. تقول شيء لازم نعترف انه في مشكله تذاكر، في مشكله صايره هالمره. اوكي. يعني عموما هي بكره ترى الفرحه مش فرحه السد والهيل، ولو ان احنا جمهور السد فرحتنا فرحتين، الكاس وافتتاح الملعب. الفرحه الكبيره هي افتتاح الملعب، يعني كان تحدي لنا كحال قطار كلنا بعد الاخطار اللي صار، والناس اللي كانت تتكلم انه والله ممكن المشاريع تتوقف هاي، والحمد لله رب العالمين هاي اكبر درس، وان شاء الله بكره راح يكون افتتاح الملعب الثاني، والسنه الجايه ملعب الكور وباقي الملاعب ان شاء الله باذن الله. احمد مع من بكره انت؟ اكيد مع السداوي. انا اسف ما سمعت. اكيد مع السد، وان شاء الله فايزين، وفرحتنا فرحتين مثل ما قلت لك، فرحه الفوز بالكاس وفرحه افتتاح الملعب. مشكور. مشكور يا احمد. مشكور الله. مشكور يا عبد الرحمن. اخر مكالمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالعافية جميعا. يا هلا ومرحبا. بما اني اخر مكالمة، اتمنى ان شاء الله بكرة ختام نجاح الموسم كامل. افتتاح الافتتاح بكرة، تحلى بالروح الرياضية كجمهور كلعيبة كإدارة كل الحضور. نميز بكرة الشيء المميز اللي بنحضره ان شاء الله. اتمنى نفوز بطريقة سد ونقول حق الامتحان هارد لكم من الحين. ما في داعي. نفس كلام احمد الرواس. ابو علي. الحخ. خلينا نثق في الفريق. ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يحفظك، الله يحفظك يا عبد الرحمن. طيب. عندي الله يسلمكم جايتنا حلويات وبيتي فور اللي يشوفونها قدامكم. والله طحنا فيها ما شاء الله. طيحوا فيها. بعيكم بالعافية. الربع طاحوا فيها. اللي يبينها نصور وياها أكيد بناكلها. بعيكم بالعافية. قلنا إحنا ما قلنا شيء. بعيكم بالعافية. حتى أكثر واحد كل عبد الله جاسم. زين كذي. أشكركم. الأكل اسم المطعم بيكر أند كاتر. أبو محمد بس ارفع الصينية فوق. طرشونا خالد حق المختبر الوكرة هناك المختبر ويقول لك. بيكر اند كاتر. كاتر ها بالسي كاتر. طرشين بتفور حلويات. لا هاي يدي. ايوه هاي رقم تليفونهم. اعطيهم العافيه. كاتر. شلون بمحمد؟ كاتر 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 زين زين. اعطيهم العافيه. بيكر اند كاتر. لازم تسمح لنا بسؤال. بيكر اند كاتر اي سؤال بيكر انت لكم كلكم اوكي تفضل. بس دقيقه الله يسلمكم. وهاي بعد على فكره من عندهم خلاص. سؤال خفيف. تشكيلات متنوعه موالح قبل السحور. بس في اشياء محطوطه عندك هناك ما رويتونا اللي هناك. اللي صوب محمد نجاتنا الجيمات بس اليوم ورق عنب. اقول هاي اللي هناك صوبكم ما رويتونا اياها. حطونا الجيمات وخذتوا الباقي انتم. ورق عنب. لا لا عندكم نشوفه. ورق عنب. حطونا الجيمات وخذوا الباقي. يلا جاسم كل شيء عندك الله يرضى عليك. ملفوف حركات من عندهم جاتنا اليوم. سندويتشات وسناك. شباب حتى صوب الشباب. وصلك شيء. هاي سويت هاي. تبغى ريحه الورق العنب شيء والله. الله يجزيهم خير. لذيذ ترى. عبد العزيز جاسم. عبد العزيز حسن. وين رقمهم؟ هاي توصل حق عبد الله جاسم. جرب ما تسحرت اليوم لو. بعد رقمهم هني.
الابيض كوسه اللي بيكبشر الشاشه ما يشوفون ها؟ ما نشوف الحين واضح ملفوف هذا واضح الرقم واضح صح لا لذيذ والله الرقم واضح ما طعمته تقول لذيذ ايوه شو اوكي شكرا هذه بعد ملفوف بس لحم ملفوف لحم سؤالك يا سالم من يبي يسال انا بسال تفضل سالم الاغلبيه الشباب توقعون افضليه للسد بكره طبعا سؤالي بكره تقريبا قلب الدفاع ان شاء الله بيكونون ابن عطيه واحمد ياسر طبعا هاللاعبين انتم عارفين ابن عطيه لاعب كبير واحمد ياسر ايضا لاعب مميز هاللاعبين هذول ممكن يكون بكره في افضل مستوياتهم ما راح يكون مثلا وجودهم له تاثير كبير في المباراه طبعا لا اكيد بس بعد سالم تعال قول لي بعد من في الاطراف محمد موسى ممكن يكون طرف يمين وعلي عفيف طرف يسار خط أربعة بكرة مش سيء لا لا ابن عطية في أحمد ياسر يعني أحمد ياسر لو لعب في فريق آخر ممكن يشيل فريق كلامك أنت صح بس ترى ما حد قال أن يعني أنتوا يعني بعيد عن الفوز لا ولكن على الورق في أفضلية للسد ممتاز. بحكم الاستقرار ترى أنا فاهم أنا سؤال أنا سؤال هذا له دور كبير أنا قلب الدفاع يمكن بكرة يبرزون قالك بمحمد إذا غير طريقة لعبه قصدك أبو محمد جوابي لك جواب أبو محمد جواب لك الآن في الوقت الحالي بعلام بدرو طارق أفضل من أحمد ياسر طيب من عربية بن مباراة 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 كبيرة إيه مباراة حفل كبير ومناسبة كبيرة صعب تعمل مقارنة فرق واللاعبين هذا لعيبة كبار داخلين لعيبة كبار لعيبة يعني مستوياتهم زي ابن عطية نعم وأحمد ياسر كان في فترة فترة من أفضل المدافعين في قطر فبكرة يوم كبير وحفل كبير مناسبة كبيرة أنا من البداية قلت الفريقين قريبين من بعض لكن بكرة الدحيل عنده نواقص يعني عنده صحيح بعض اللاعبين في الدفاع في الوسط وفي الهجوم نعم يوسف العربي في الهجوم وفي الوسط كريم بضيف او بضيف بسام وسلطان سلطان بك طبعا الثلاث الخطوط فيهم نواقص اللاعبين اللي بيلعبون هل هم بيسدون هذه الخانه مثل ما كانوا اللاعبين الموجودين قبل في المقابل قلت لك انا من البدايه ان الفريقين قريبين من بعض يعني ما تقدر تقول والله السد افضل ولا الدحيل افضل يعني تقدر تقول 50-50 لكن في المقابل انت بتلعب مباراه نهائيه نعم فيها حضور جماهيري كبير نعم فيها وجود السيدي سمو الامير نعم الاعلام مركز عليها فهذه تعطي اللاعب دافع انه يقدم كل ما عنده في هذه المباراه ابو نعم محمد ترى صحيح تحيل بكره اربعه اساسيين ناقصين لكن الاربعه البدلاء لعبوا طول الموسم سواء محليا او اسيويا نعم صح ولا لا يا سالم نعم فما راح نعين يعني راح يكونون غريبين بالعكس راح يكون اثبات وجود هذا الكلام أيه؟ يعني هذا الكلام احنا بالعكس اعطينا السد حقه واعطينا الدحيل حقه يعني ابو محمد قلنا المنافسه اثناء المباراه في الملعب تختلف يا عبد الله ما فيها مقاييس يا عبد الله في نقطة لو قلنا لازم بكره لازم السد في افضل حالاته ودحيل في افضل حالاته نتكلم بكره يعني بيكونوا في افضل حالات الجميع الفوارق اللي بنتكلم عنها نحن قدر شحنا في الماضي السد افضل افضل في جميع عنده الحق احمد حتى لو دحل في افضل حالاته السد افضل حاليا السد افضل لان السد مستقر حاليا مو مستقر لاعبين يا عزيزي لاعبين السد مستقر حاليا مستقرين بعد دحل مستقرين تسجيل اهداف ما صار العام الماضي دحل كان مستقر ودحل مش مستقرين نفس اللك نفس هذا التشكيله لا لا كلام الشيباني صحيح لا لا ودحيل مستقرين لا 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 احمد السد ما عنده السد ما عنده اي اصابه او اي غياب عكس دحيل دحيل عنده اربع اصابات والسد ما عنده اي اصابه اسماعيل اي اصابه او غياب ها الحين تقول البدلة لاعبين وماخذين على الجو لا لا هو يتكلم عن الاستقرار تكلم عن الاستقرار مع أربعة أربعة بس أربعة مو مؤثرين حد يعرف سال شنو مش مؤثرين مش مؤثرين ولا واحد ضياف مش مؤثر ولا واحد بهم مؤثر ها ولا واحد شو اسمه الراوي مش مؤثر ولا واحد بهم والله ما أدري يا يونس يونس أنت ما أدري وين تحسبها يا كابتن يا حبيبي أنا حسبتيني إدميلسون ماكو مؤثر لاعب انطيني مؤثر مهاجم ماكو أكو مهاجم ده يقول آخر لعبة مو قول لك اثنين أنا دا أحكي لك على لاعب مؤثر يا أخي قلنا لك لاعبين أكو بدلاهم يجي على قائمة الاستغرار ما نختلف الاستغرار بروحه يأثر الاستغرار بس اسم الاستغرار عوف الاستغرار احنا ما جب... انت ليش ما عوفه ليش ليش عوف الاستغرار ليش الاستغرار في التشكيلة هم حكوا على المؤثرين جاب الاستغرار
اكبر جزء من المنظومه يا اخي. بس يا اخي لاعبين هم مثل ما قال يونس يا اخي مميز يا حبيبي. لا لا لا. انا بقول لك انت ويونس على صفحه ما ادري شلون تفكرون. الله يخليك ما ادري والله ما شلون تفكرون. احنا نفكر في الابطال تكلم نفكر في الابطال والبطل عبد الله. بس انت تقول لي لا ما ياثر. لا ياثر دخل بس خلي بس اوصل لك المعلومه بعد تقول لي لو المعز مش موجود بعد تقول ما ياثر. طيب يا اخوي خلينا نحكي احكي لو احكي يا اخوي. انت قلت لاعبين اربعه عبد الله قال مؤثرين. احنا قلنا الاجابه الاستقرار. انت وين رحت لي انت موضوع من نحكي به لا تدخل بموضوع ثاني. لا لا مش موضوع ثاني هذا داخل في نفس الموضوع. لا لا ما داخل لان عبد الله يقصد ان الاربعه هذول مؤثرين. انت تعرف الاستقرار عبد الله. عبد الله بس انت ما فهمت الكلام. انت ما فهمت الكلام. هو مؤثرين من حيث الاستقرار هو هاي قصده. طيب بعزتك يونس خلنا نشوف سريع راح تخرب علينا السالفة عليهم بعد ما نحكي. شيء أكيد يعني إحنا لنا الشرف أن نكون أول فريق أو إحنا والسد أن نفتتح هذا الملعب ولا هذا الصرح الكبير اللي راح يكون إن شاء الله لضيافة كأس العالم. ونتمنى نطلع بصوره طيب والله الحمد يعني فريقين كبار في الدوله يفتتحون ملعب نفس ملعب مونديالي وهذا شيء طيب جدا جدا. ما احترم جميع الفرق لو كان اي فريق راح يطلع ايضا بصوره طيبه ان شاء الله وشيء مبهر. ولكن السد وتحيل حسبه ثانيه وراح تكون زين من كثر وحفاوه هذا الملعب التحفه هذا اللقاء الطيب ان شاء الله. عملنا ان شاء الله ان ما نطلع هذا الموسم خالي الفوضى. نتمنى ان شاء الله نحقق هالبطوله الغاليه. الحمد لله الجهاز الاداري والفني وكلاعبين كتلة واحدة وجاهزين لهذه المباراة. معنوياتنا عالية وطيبة. الغيابات هذه لا حول ولا قوة فيها. من ثلاث إصابات في الفريق هي تحرم اللاعبين المشاركة ولكن الموجود فيهم الخير والبركة وإن شاء الله بنطلع بصورة إيجابية ونحقق نتيجة طيبة إن شاء الله. كأس الأمير بطولة يعني استثنائية وفي ملعب استثنائي فأعتقد اللعيبة يعني جاهزين لهالمباراة. صحيح ان عندنا غيابات واصابات بس هذا يعني مش عذر لان احنا من بداية الموسم احنا كنا نعاني من اصابات وتقلبات يعني. فاعتقد اللعيبة الموجودين يعني راح يغطون وان شاء الله يكونون قادرين ان شاء الله. السد ما يخيب املنا دوم يسباق الى كل الجوائر. والله عدت السد ما يخيب املنا دوم يسباق الى كل الجوائر. وش تقولون وش تقولون
طيب الشباب من ساعة يتكلمون أن يوسف عربي بيغيب. يوسف عربي موجود في القائمة ويتمرن اليوم. الدكة الدكة. موجود الدكة. شنو عادي؟ عادي مو أنت ما خلتنا نجاوب. ما تجاوب أنا أكلمك على السؤال. خلى جاوب. يونس عشان أنا ما خليك تتكلم. ما لك خص في اللي هني. كلمني يا أخي علي أنا أسألك إياه. كلمك. أول شيء أكو فرق بين الاستقرار وبين اللاعب المؤثر. حتى كلمك عن يوسف العربي ما كلمك عن الاستقرار. يونس يونس رجاء بتكلمني أنا ولا بتكلم عبد الله؟ جد أكلمك. أنا عندي حلقة بخير. أنت ما تعيش وياه تعيش وياه؟ إيه قاعد أشوي. أروح يوم غيره. أبي عن يوسف عربي يا سامي. إيش وقت يوسف عربي يلعب بكرة؟ يوسف عربي موجود بس ما راح يبدأ بكرة. ما مش جاهز 100%. بس موجود في القائمة يعني. موجود في القائمة بس ما مش جاهز 100%. بس الدحيل بمن حضر إن شاء الله. ها؟ الدحيل بمن حضر. يتحكم صح فريق كبير فريق فيه نجوم. بس انه يعني مثل يوسف العربي لما يكون موجود في القائمه يعني ممكن يكون ما يعتبر غياب. لا لا ما يعتبر غياب بس هو مش جاهز 100%. يا خالد هو يونس بيتكلم على اللاعبين اللي يعملوا له فارق مميزين يعني هذا المباريات الكاس النهائي تحتاج الى لاعب من عيار ثقيل مميز في السد في مجموعه اكبر. الدحيل عنده لاعبين لكن مش بقيمه السد اكثر يعني هذا المباريات تحتاج يعني اللاعب السوبر. السوبر وين موجودين؟ اكثرهم في السد. لذلك نحرص شحنة السد فنية. إذا بكرة كانوا في يومهم ودحيل في يومهم فبيفرق السد يعني. بس هذا قصده يونس. أبو محمد تسمح لي. ما تكلم عشان. ما خلع بقاطع عبد الله الشيباني خليه. الموسم هذا بالذات في كرة القدم المفروض إحنا أخذنا دروس. خصوصا من دوري أبطال أوروبا. اللي وصلوا للنهائي ما كانوا متوقعين أبدا إنهم يوصلوا للنهائي. من قال ما متوقعين؟ ليفربول متوقع ياخذ مرشح ليفربول خلي الفريق الثاني لكن ليفربول متوقع يا رواس انت تقول اذا السد في يومه وتحيل في يومه السد يتفوق شلون اذا تحيل في يومه وهذا في يومه يعني قصدي اذا في يومه كلهم في احسن مستواهم طيب الكفتين متعادلين يعني ها الكفتين متعادلين اذا كل واحد لا لا لا, لا مو متعادلين فنيا كل واحد في يومه يكون بغيت تغلطني ما عرفت كيف تغلطني اذا هذا في يومه هذا في يومه هذا فنيا اعلى صحيح والله ايوه وبغيت فيها متناقضات يعني لا وجهه نظر يعني لا ما ادري وجهه نظر انتم ما بغيتوا خطا كله خطا والله يا انت وشيبان قبل هنا اخطاء هنا اسمع اسمعني يا رواس انت مثلات مدرس الرياضيات شرح طويل والنتيجه زيرو تعرف ليش مدرس رياضيات تعرف ليش لانه صح ما فيها مقامله إيه رقم واحد معليش انت تطولها وفي الاخير ما تطلع بالنتيجه صح هذا رايك انت عقلك مش راي ما ادري والله انت عقلك عقلك انت اذا ما استوعبها ما نقدر نفهمك انت انا بعطي اللي عندي الفريقين في يومهم وهذا يكون افضل من الثاني صعبه هم كان افضل انا عمر صح اخطاء ولا انت احمد الروح اعطوا رايكم وبعدين جمهور لا ما صح انا جمهور والجمهور انا ما اقول لك صح انا اقول لك يعني انت اذكى من الناس يعني انت اذكى منه لا لا يا بيوصل لك لا يعني لا بالعكس انت تشوف اي شيء لما اقول لك انا صح بعد السد معنى كلامك انا اذكى من الناس رواد حاول تقول مع سليطي الرواد سليطي صوبي لان ردي قوي العزيز حسن خالد الجبار عبد الله الشيباني متوترين الشباب اي وجدا وقاعد تتدخلون بشكل غريب متوترين قبل المباراه رواس يتكلم انا احب وجودكم انا احب وجودكم بس بهذه الطريقه ما تساعدوني لو سمحتوا ان شاء الله اذا في مكالمات ناخذها لكن بكره في مواجهه برتغاليه بين مدرب السد فييرا وبين مدرب نادي تحيل فاريه المدرسة البرتغالية في صدارة مشهد ختام كأس سمو الأمير بين مدرسة برتغالية ذات أفكار تقليدية ومتينة يحملها المخضرم جوزفالدو فيريرا في رأسه ومدرسة برتغالية حديثة متجددة يروج لأفكارها روي فاريا رفيق درب المدرب الأشهر على الإطلاق جوزي مورينهو رفيق لقرابة 17 عاما في ملاعب كرة القدم نهاية رجل شجاع مانشيت يستحقه العجوز فيريرا نهاية مع السد لا مع عالم التدريب فهو ما زال يدخر مخزونا وافرا من الفكر ثلاثة أعوام ونصف العام بها كأس الأمير وكأس قطر وكأس الشيخ جاسم ثم أصعبها دور نجوم QMB ما أجمل مشهد الختام وهو يتوشح بالذهب ويذود عن ذوبان ذكرياته أما أنت يا فاريا بالكاد تبحر على الضفة كونك في بداية مشوارك مدرباً لا مساعداً ثم إنك جئت بالانتقالات الشتوية لتقويم عجاج الفريق بعد مغادرة نبيل معلول وبعد
فقدان أعمدة الفريق بين مغادر ومصاب. البرتغال حاضرة في ملعب الوكرة لا بتاريخ استكشافاتها البحرية بل بأفكار كرة القدم العتيقة والحديثة. مايد خليفي كلمني عن المقارنة مع المدربين. خالد عبد الجبار رجان أرجوك شو الواحد منا من هني؟ أنا أقول لك الحل يعني. لا لا جد والله يا ربع ما يصير ترى أنتوا عندكم ما يقدر وما يصبر هو. اقطع الصوت يبقى هناك خلنا نسير تفضل يبقى فرق بينهم دربين. يعني أنا أعتقد حقيقة المقارنة ظالمة يعني خاصة بحق فييرا. فييرا تاريخه وسيفي كبير في عالم التدريب خاصة مع أندية كبيرة في البرتغال في أوروبا آخرها في الزمالك المصري ومن ثم الآن السد حقق معه بطولة ويشكل تنظيم فريق. حقيقة هو عاش في مع 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 مورينو سنوات طويلة لكن عاش دائما هو الرجل الثاني مش الرجل الأول. وهذا سؤال يعني حقيقة أنا يعني محتار من إدارة السد إن ليش جبتوا فريق وهو رجل ثاني كان طول عمره حيل وهو الرجل الثاني يعني على الأقل يعني على الأقل خلينا نشوف تجاربه مع فرق بعد ما يترك مهمة الرجل الثاني ويعمل كرجل أول ونشوف نجاحاته في حد الأندية الأوروبية وأندية خارجية وبعدين نجيبه. لكن ما أجيب أنا كتجربة عندي. صحيح هو كسب خبرة كبيرة في غرفة الملابس في التدريبات مع 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 مورينهو مع فرق كبيرة لكن أيضا التدريب يا أخوان مش بس ثقافة كروية أو فنية تحتاج إلى كاريزما وتحتاج إلى شخصية وتحتاج إلى رجل قيادي. هل هاي الثلاث المواصفات يملكها فريا؟ ما أعتقد ما دام هو سنوات طويلة عاش الرجل الثاني بيبقى هو الرجل الثاني كشخصية كاريزما. فريا عاش الدور القيادي وعاش الرجل الأول فمن الخطأ أني أنا أجيب واحد أكون له شخصيته الآن عندي. بس الحين وقت تتكلم عن مدرب هالكلام أبو محمد شو وقت المدرب؟ لا بس أنا أنت تقول لي مقارنة. إيه؟ أنا أقول لك المقارنة إيه؟ يعني بس معيش المقارنة لا المقارنة إنه وصل النهائي أنا بها مدرب وصل النهائي وصل النهائي لأن إيه؟ فريق أهلي وصل النهائي فريق الحيل يوصل النهائي ويوصل أحسن يعني هم كانوا يعني جابوا رجل آخر حقق نجاحات ممكن يقفز معهم قفزة كبيرة. بس أبو محمد ليش ما نقول هو استفاد أيضا من مورينو عندك فيه لعيبة كبار زين استلموا فرق كبيرة بعد اعتزالهم على طول ليش ما قلنا ما كانوا هم جمال الماضي الرجل الثاني أو لا لا زقالو كارلوس مع بعض مين؟ مثل غوارديولا شو اسمه زقالو كارلوس زيدان لا زين الدين زيدان سلم سنتين مدرب في الرديف هناك في يعني طيب. هل الرديف مستوى الأول أبو محمد عندك مع انشيلوتي تدرج زين غوارديولا ها غوارديولا لا غوارديولا 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 راح من الدوحة راح سلم فريق برايتون في إنجلترا سنة. طيب حق الفريق اللي إحنا نتكلم عنه. سلم يعني تدرج. معلش أبو محمد. إحنا نتكلم. مدرب فريق أول. لا إحنا نتكلم عن الفريق اللي راح للأول مرة بعد ما قال هالكلام. واللي يروح له لاعب. هذا هل هو لاعب كبير؟ يعني تتكلم عن زيدان بروح مدرسة في الكرة. طيب أبو محمد. تكلم عن غوارديولا بروح مدرسة في كرة القدم. مو بشرط. هذا مش يعني مش. مو بشرط. مورينو محمد. مورينو بعد ما. كم سنة مساعد؟ كيروش كان مساعد مدرب مايد مع فيرجسون. لذلك ما نجح كيروش. نجح. كيروش ما نجح عندك في آسيا. كيروش ما نجح في أوروبا. مع إيران. نجح مع إيران. إيران كل اللي نجح معه. لا لا. كارلوس زقالو يا طيب مورينو. بعطيها مرة. كارلوس وزقالو مدربين مع بعض. هذا كان مساعده وهذا مدرب. لا يمكن بعقلية مورينو يحط هذا مساعد من إنسان عادي. لا يمكن هذا الكلام في أوروبا. هذا عندنا نحن العرب. أما في أوروبا زقالو قد اشتغل مع كارلوس. وبعدين كارلوس اشتغل مع زقالو أوكي. لذلك أنا مدرب عقلي قوي أجيب واحد مثل عقلي. لا يمكن هذا مو مدرب عادي إذا حتى ما حقق شيء مع دحيل لكنه من أعظم المدربين في العالم. مين اشتغل معه أفضل عقلي وين أفضل المدربين في العالم جبا مساعدة من أفضل المدربين. هو المدرب الأساسي زقالو مدير فني هذا اللي بيدرب الصح. مين هو؟ هذا المدرب اللي معاه دحيل إذا كان مساعد الأول. فريه هو اللي يدرب وهذا اللي ينظر للأمور الفنية كامل. مساعد حق مورينو مش حق زقالو. وزي مورينو هو مدربيش مورينو إذا أنت خصاي معون أنت مدرب أنت مع من أعظم مدربين في العالم. معلي أنا أقول لك شوف مورينو مساعد صار مدرب وهذا مدرب هذا هو اللي مدرب مورينو مدير فني. أنا أكلمك عن الشخصية القيادية كرجل أول مسؤول غير مورينو بيجيب لك واحد ما عنده قيادة ولا إيه ما معقول هذا الكلام كلام ممكن أوكي إحنا متفقين معه بس شو اللي خلاك أنت أصلا أو بنظرتك هل أنت لست معه شفته قعدت معه شفت انه غير قيادي او ان انت بالنظره اول شيء انه يجيني انا على خبره ايوه انه يجيني على خبره مهم
لان حتى طيب حتى طيب اسلوب محمد حتى اسلوب, أسلوب حتى اسلوب مارينو ما اخذ ما اخذه ابو محمد يعني في فانت تبي ان المدرب يجيك خبره سالم بتدافع ولا دافع لا انا بتكلم انا افزع بتكلم ابو محمد طلع النبي اول شيء كل المدربين بدون مساعدين ما حد يبدع عوط المدرب الا استثناءات يعني كل المدربين مارينو كان مساعد يمكن 15 سنه او 10 سنوات بعدين اصبح مدرب من اعظم المدربين في التاريخ اوكي في الواقع عندنا هنا في قطر جمال الماضي بدأ عندنا مباشرة بدون ما يدرب أي أحد نجح السنة الجاية في مدرب راح يبدأ أول سنة ما يندرى ينجح ما ينجح أيضا مين سالم انت فهد متوقع تشوف يمسك السد السنة الجاية أوكي نفس الشيء ما عنده أي لا بس يقول لك في مجال التدريب ما عنده ذاك الخبرة اللي لا تنسى لاعبين ذول اللاعبين عندهم تاريخ مرينيو ملعب هو قال لك كذا لاعب كلاعب ممكن بس على فكرة المدرب ترى في البرتغال ماسك فرق ودرب فرق كمدرب أول وعنده خبرة ترى مو بأنه هو صح اشتغل مع مورينيو كمساعد لكن هو مدرب أول ورا مورينيو بيجيب لعبه مش إنه يعني جاي إنه كمساعد لا يمكن هذا الكلام لأنه مورينيو مدير فني حتى ممكن مورينيو ما حضر هذا يدرب كل شيء مورينيو يقول شوف بس الفريق الستاف ماله كامل ومحمد انت عارف هذا الكلام اوروبا شوف لما يختار هذا المدرب العالمي يختار مساعده شيء على طول ما انا ما اكلمك الان عن ثقافته انا ما اكلمك عن ثقافته وعلمه الكروي انا اكلمك عن الليدرز القياده قيادته لمجموعه ما هذه هل مش ملاحظتك عليه عقيدات يعني انا ما اعرف انا حقيقه ما اعرف لذلك لو انا خيروني اذا لا تحكم خيروني من مدرب مع مدرب مش ما اعرفه بقول له باخذ المدرب اللي اشوفه مدرب هي ما اعرفه في غرفه ملابس ما اعرفه اوكي بس ممكن هاي مدرب في الميدان اشوفه يلعب مباريات يخسر يعرف تنظيم اعرف كل حاجه اوكي محمد لكن مدرب في غرفه ملابس انا ما اعرفه ممكن احنا عندنا مشروع معه وهو متفق معنا احنا متفقين معه وشايفين حقق لنا طموحات اللي احنا نبيها لا اكيد ابو محمد ان سؤالين عنه وعارفين لا 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 بس حتى الفريق يا اخي انت تشوف فريق صارت عنده اصابه كيف بيغير تغييرته مش طبيعيه يا اخي انتم بتشوفوا ليش تغير عكر ما تتكلم عن هذه تتكلم يعني صارت عنده اصابه صارت بدلاء نمط اللعب اللي فيه موجود المشكله ايش اللي في الفريق المشكله المثلث المقدمه هو اللي عنده مشكله ما في انسجام حتى لو قال المدرب يريد يخلق بينهم هذا الانسجام ما موجود لكل كره يا اخي كل كره تفاهم فيها تفاهم هذا ثلاثه ما يتفاهم انا الحل انت بالنسبه لك غير لاعبين بعض اللاعبين انا لو سمحت أنا ما قلت لك يا أحمد أنا ما قلت لك المدرب سيء ولا أداء حتى الآن سيء لكن كان بالإمكان أفضل مما كان أنا هاي اللي أقصده أنت عارف محمد ما قلت لك سيء ولا حتى الآن ملاحظات فنية علي ولا مباراة لعب كامل ولا مباراة لعب كامل ولا مباراة صحيح مدرب دحيل ما توفق لحد الآن في التشكيل يعني ما ثبت على تشكيله في أي مباراة ولا مباراة ومحمد أنت من كم يوم تكلمت وذكرت جمال من الماضي لا مدربكم الأولي جمال حاجي وانت وقفت معاه وسندته كل حاجه نعم. فهذا ما يمنع يعني هو المدرب الان جاء والفريق عنده مشاكل قاعد يرمم في الفريق لازم يصبرون عليه يعني بصمته كل مباراه عن مباراه تبين يعني الافضل هم بحاجه الى مدرب على طول هو يعمل لهم طوره مش انا احنا كامكانيات جبنا مدرب على قدنا ودعمناه بس ما تقدر تحكم عليه لو جبت مدرب السد وعطيته دحيل يمكن بعد ما ينجح لانه محمد لا عنده ثبات ترى مدرب قبل هذا احسن مدرب من قبل اول كان عندهم قبل بالماضي احمد نبيل معلول وبعد مين ما الدرمك هذا احسن منه يا اخي هذا اقرب من تاريخه منو ومحمد كيف احسن منهم سالم قال نقطه مهمه قال ممكن ان احنا عندنا خطه تجديد او خطه عمل للمستقبل فانا اتصور انه ممكن ان الدحيل عندهم فكره انهم يغيرون الفريق او يجددون الفريق بلعيبة شباب وكذا للفترة القادمة لأن مجموعة من اللاعبين كبار في السن فأتصور أنه ممكن الهدف الرئيسي هذا الموضوع طيب أنا عندي بس عندي إضافة بسيطة خطط يعني أنت النادي أنت شو تريد صحيح تريد دوري الأبطال تريد دوري المحلي تريد كأس الأمير هاي خطط وأنت كل مرحلة لها مدربها صحيح يعني هسه أبو محمد أنا من حكي أتوقع أنه يقول لك أنت تنافس على دوري الأبطال تريد تأخذها يعني يحتاج لك مدرب على دراية بكل الأمور اللي هنا يعني يعرف شلون يصل للنهائي هذا قصدي لأن أنت عندك تجربتين بن ماضي ومعلول لا 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 ما حصلوا الثمار اللي كان متوقع اللي احنا كنا متوقعين انه راح ياخذ البطوله ايش بالماضي هذا المدرب يا يونس حصلوا بالحاضر غير متوقع عن التدريب شلون لك اضافه مع هذا المدرب نجح غير متوقع عن التدريب شباب دقيقه تبون نسمع فاريا شو يقول في المؤتمر الصحفي اخذ دوري الابطال ولا فيا اخذ دوري الابطال
أنا إيش دا أقول لك؟ دا أقول لك إنه محمد غزدة يجيب لهم دوري بضيف الأبطال بس. يعني يجي يوقع يقول لهم أنا أوقع لكم دوري الأبطال أخذها ما أخذها يا مالا كابتن يونس هذا اللي قصدي. خلنا نشوف بجيك سالم بس خلنا نشوف المدرب شو يقول فريق في المؤتمر الصحفي. أعتقد أن فريقي تحسن كثيرا وهو الأحق بالتتويج وقادر على تحقيق ذلك. الفوز باللقب سيكون تاريخيا للنادي لأنه سيلعب في أحد ملاعب مونديال قطر، وإذا وفقنا بالفوز في البطولة فهذا يعني لي الكثير، إذ سيكون اللقب الأول لي وأنا على رأس الجهاز الفني لفريق الدحيل. يقول فريقي هو الأحق بالتتويج يا سالم. تفضل. البطولة بطولتنا، احنا حاملين اللقب والدحيل ترى ولا مرة طلع من الموسم خالي الوفاض، إن شاء الله بإذن الله ناخذها. وبضيف بس للشباب بس إضافة بسيطة، ترى احنا من قبل تعاقدنا مع جريتس، تعاقدنا مع مدربين كبار، ممكن كان الطموح أكبر من اللي حصلناه، فعندنا تجارب مع مدربين في بداية طريقهم، مدربين كبار عندنا تجارب يعني. هذا أكبر منهم، هذا أكبر منهم. أوكي بس احنا عندنا تجارب أيضا. مورينو الآن متوقف عن التدريب ولا ما بتشيله؟ للعلم يعني عشان أخبرك، لو مورينو رجع ممكن يروح منك. خلي كمل فكرته. فأقول لك مورينو متوقف عن التدريب يا جماعة، مو مدرب عادي أنتوا تتكلمون إيش بتقول؟ والمعلومة يا أبو محمد ترى إحنا تمام يمكن فترة طويلة. ما تشوفوا مباراة كورة ولا؟ كان 3 أو 4 شهور إحنا نفاوض المدرب يعني. يعني اختيار كان بتأني يعني. أتمنى لك التوفيق. عامية الأندية والمنتخبات من يريدون مدرب يضعون لأنه شنو طموحنا؟ وقم المدرب أي مدرب تعال إلزم الفريق حتى لو مهما يكون مدرب. هو المدرب يجي يقعد وياه من ضمن التوقيع انه انا شنو اللي اقدر اسويه بعد ما يشوف الفريق، وهذا شنو اللي اقدر اوصل به، شنو اللي اقدر اسوي لكم اياه. هو انت خم النادي ما ادري منو قال لي عادي انه يجي بس يوقع يدرب؟ لا 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 سال عن المشروع. وانا دا اقول على كلام محمد انه دحيل يريد البطوله الاسيويه. ايش يبغي هو؟ هو ايش يبغي؟ يبغي مدرب يجيبه ابو محمد، قصده ان مدرب يوصله للبطوله يحصل عليها حتى لو ما حصلها، بس انه قادر يحصل على البطوله، هذا قصدي يعني. ما في مدرب اصلا يقدر يضمن البطوله اصلا في الاساس يعني. بس يروح يعني احنا نتكلم على حتى ولا يروح يروح لا 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 الكترونية. انا بدور يونس احنا تتكلم مع واحد تتكلم مع اثنين هو يدخل انت لا ما لك انت خليك هنا انا مرك انا اشوف حتى صوبكم من اياك اقول له لا يحكي لا ناصر قاعد يكلمك. طيب تفضل مدخل علينا عين. أنا أعتقد أن المدربين كلهم أنت تحدد طموحك كنادي أن هو يجتهد على أساس يوصلها صح. لكن أول جواب له يقول لك لازم أنا أخذ فرصتي، لازم أعد فريقي، أطالع شل النواقص صح. اللي فيه صح. فما ما في أصلا مدرب تقدر تحكم عليه من موسم الأول. لا 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 ممكن لا. أنت تحط رغباتك أو خطتك المستقبلية بالنسبة حق المدرب على أساس هو يقدر تطوير الفريق، تبديل بعض اللاعبين إلى آخره صح. على أساس يعرف حتى إمكانيات اللاعبين، لكن إحنا نجتهد فوق اللازم يعني. مستعجل يونس يعني المدرب بزيد على كلامك يونس يونس محمد ناصر بس بزيد على كلامك شيء يونس يعني هسه بس لو سمحت أنا شنو قصدي؟ قصدي هسه مثلا أنا نادي أوكي أنا دا أصل نصف النهائي مدى أعبر اوكي مدى عبراني طموحي على البطوله يعني يصير انا مثلا اجي مع احترامي لاي مدرب اقول مثلا مدرب مع احترامي مدرب الشيحانيه تعال الزمني لا لازم اجيب مع احترامي له اجيب مدرب متمرس على هاي الامور يعني يعرف ظروف البطوله الاسيويه تختلف عن الدوري ويجي نعم معاك انا يعني ما اجي اقول له والله انا 6 شهور اريد منك بطوله او اريد هالموسم اريد منك البطوله تجيبها انا مده سنتين او 3 سنوات اقول له انا البطوله هاي لازم تحصل لي عليها ما تحصل لي عليها يا مال لا تروح وهذا طبيعي بكل الانديه يونس ناصر الفريق في مباراه ومباراتين وثلاث ها واقتنعت بكذا لاعب صح ها جيت على الموسم الثالث يونس طلع عني راحوا اللعيبه اعوض يونس بشنو هذه يعني انت تتكلم عن المدرب لكن يجب ان تخلق حق أدوات. المدرب ارضيه صحيح. في الاساس الادوات اللي هي الادوات على اساس يشتغل عليها انا بقول لك هني في قطر من خيره المدربين اللي مروا صحيح واغلبيتهم طلعوا فاشلين ليش ما حققوا شيء بس معناته فشل ادوات ما عنده بس الادوات السبب بس ما عنده بس محولي احنا الحكي يدار على دحيل لا تحكوا لي اوكي ممكن يونس اضيف لك بس اضيف لك الارضيه وعند زين خليني اضيف لك لو سمحت ان الفريق يصل زين خليني اضيف لك يعني هذا المدرب اشتغل مع مورينيو صار له يمكن اعتقد فوق 16 سنه او 16 17 سنه صح اوكي اشتغل معاه في تشيلسي
وفي ريال مدريد. اخر شيء في 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 يونايتد ميلان. زين اخر شيء في في مانشستر يونايتد وريال مدريد، واشتغل معاه في الـ في الـ في البرتغال، يعني صار له سنين عنده تراكمات. طبعا هو صغير في السن يعني سنه مو كبير، لكن معناها عنده خبره. مدرب العربي اللي كان زولا اللي موجود هنا كان جاء فتره من الفترات، لاعب معروف طبعا كاسم، استلم العربي فتره، الان مساعد مدرب تشيلسي. يعني مو بالضروره ان المدرب لازم يكون، طبعا المدرب والمساعد المدرب في اوروبا يعني قريب من بعض وممكن التعاون معه دور اكثر يكون، لكن مساعد. لكن الاسم مهم يعني صح. الاسم اذا كان لاعب ومشهور ومعروف وكذا الناس تقدره كلاعبين ويحترمونه وممكن يقدم شيء. واغلب اللاعبين اللي نجحوا لاعبين معروفين نجحوا كمدربين لما اتجهوا للتدريب، منهم زيدان وغوارديولا واسماء اخرى. فالمدرب مو معناها انه يعني ما استلم فريق اول في اوروبا انه يعني ما راح ينجح عندي. مو بالضروره محمد، ترى هي في الاخير امكانيات فريق يعني. امكانيات فريق وامكانيات مدرب صح. يا اخي احنا مرت علينا في نادي العربي جبنا مدربين مغمورين سوينا بهم العجب والله العظيم. عندك فريق، لا عندك فريق عنده امكانيات صح عبد الله. مدرب دحيله الان احنا ما نقدر نحكم عليه، لكن جه في ظروف غاسيه يمر فيها الفريق، جه بعد تغيير مدرب، حاله الفريق يرثى لها تغييرات اصابات، فيحتاج الوقت ايضا ما تقدر تحكم عليه. جانا متى في اخر 7 مباريات ايضا جانا في شهر 1 فما تقدر تحكم عليه. المدربين الان يا اخوان عملة صعبة في 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 الملاعب الرياضية، صعبة ما تحصل مدربين يعني تبتن، ما تحصل قليلين ينعدون على صابع. الآن شو اللي صاير في 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 الكرة الإنجليزية؟ الطفرة اللي صاير في الكرة الإنجليزية أجانب كلهم، أجانب مدربين الأجانب هم اللي عملوا الطفرة الطفرة في 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 الكرة الإنجليزية. واصلين الآن بيلعبون الشامبيونز ليج فريقين إنجليزيين، الكاس بيلعبون فريقين إنجليزيين، ليش؟ لأن أجانب كلها أجانب. غوارديولا في تغيير النخبة. كلامك صحيح. أنت إذا تبي تنقل فريقك إلى أعلى، تبي تطور فريقك إلى أعلى، تجيب له مدرب أعلى كعبه عالي عنده تاريخ قوي. إذا أنت تطمع، أنت لما تجيب مدرب تجلس معاه يقول المدرب روحه بيسألك أنت إيش تبون مني؟ والله احنا نبغي المركز الرابع الثالث، هاي مستوانا على اني اعرف ادواتي، ما يصير ادواتي زفت واقول لك ودني فوق. لازم تتعرف ادواتك، يقول لك اوكي الرابع، اوكي هاي هدفي، يشتغل. انت كنت في الثامن، يحاول يوصلك الرابع التارجت مالك. انت اللي تنافس على الاول، قول تعال انا جايبك على الاول، ابي اطلع البطوله اللي اسويها الشامبيونز ليج ولا حاجه. لازم يكون عندك اهداف، وهو يعمل على الهدف هذا. اما مدرب يعمل بدون اهداف ما يجوز الكلام محمد هذا. قوه الدوري الانجليزي مش في المدربين فقط، ايضا شوف القائمه في كل فريق من اللي ينافسون سواء على الدوري المحلي او الاوروبي. لا في ايضا اسماء لها ثقلها، سووا تغيير يعني فرقهم تقريبا كلهم اجانب على مستوى جاسم سؤال. لذلك انت اذا تبغى النتائج لازم تحط شباب 1-1 1-1 ابو جاسم ابو محمد ممكن انا بزيد لك شيء. انا بزيد لك اليوم من زمان موجود الاسامي نقاشهم حلو بس يكفيني. اليوم اصلا جلب المدرب اصلا في الاساس مشروع في اوروبا في كل مكان. مدرب هو مشروع نادي اليوم، انا ابغي اوصل لين اي مرحله. اليوم انا مشروعي وشو؟ كنادي دحيل، نادي مصلال، نادي العربي، شنو مشروعي انا مع هالمدرب؟ اليوم المدربين هم يعطونا كل المشاريع. لما يقول لك انا ابغي ناصر الهتمي ولا ابو محمد ولا حد، ابغي انا اوصل معاه لمرحله، هاي المرحله واوصل ومنها مشروع ينجح. اليوم اكثر المدربين سواء في ليفربول او هم اللي يعطونك المشروع، مشروعك يمشون عليه. لان اذا اصلا في الاساس ما عندك مشروع ما تقدر تبني، انت حتى ما تقدر تكون ادواتك، ما تقدر. اذا بتلعب على ادوات وبتلعب هذه ما راح يتوافق المدرب الا بالحظ. لكن اليوم المدرب هو مشروع نادي. اليوم أنا أبغي هاي المدرب سواء فاريا فييرا، وفييرا كم سنة صبر وعد وكون لعيبة ما شاء الله طلع. بس أساس نجاح الفريق أيضا مستوى اللاعبين، هذا المشروع خارج دون مستوى اللاعبين. يا عبد الله لو سمحت، محمد لو سمحت اسكت المحتوى. سوق اللاعبين سوق كبير ومفتوح صحيح، سوق المدربين صغير جدا، ما تحصل مدربين. أنت مش قضية أنك تجيب لاعبين، ممكن تجيب 10 لاعبين بروفيشنال معهم مدرب صغير ما ينجحك. لازم يجيب مدرب اكبر منهم عشان هو يرفع مستواهم. محمد مثل ما حصل الان في الدوري الانجليزي. ابو محمد سؤال، انا اختلف المدرب لازم يكون فكر بعد. انت دحيل
انت من جاي وياك زيدان مدرب ورايح تلعب لعبه بايران مثل ما مدرب شاب رايح. لا 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 اكو اختلاف لولا عندي ثقل ثقل ابو محمد. هذا قصده ان فريق مثل دحيل والسد من يجي مدرب يا يونس لا تفسر الامور يونس. على كيفك احنا نقول لك سواء مدرب كبير او صغير اهم شيء الفكر اللي عنده جاسم. يا مره يجيك ويجيك مدرب مغمور لكن عنده فكر ما اخذ فرصته يعني معقوله يجي ويثبت وجوده يعني معي معقوله مدرب يونس. مدرب على مستوى بحجم زيدان تقول لي ما عنده فكر ما تكلم في زيدان ما قاعد تتكلم عن زيدان انا ضربت لك مثل في زيدان ان اول ما استلم مشى صح وايش دا نحكي لك كسر الدنيا يونس يونس انا قلت لك منو احنا نتكلم عفوا فكر المدرب يا اخوي طيب. اخوي عوف الفكر بس افهمني انا دا احكي لك على باختصار بس على ناس من نحكي احنا نقول عندهم فكر انا بقول لك يعني يلزم ريال مدريد معليش معليش مدرب منتخب قطر كان معروف قبل منو لكن عنده فكر مشي صح طيب شوف خالد كلمة بسيطة يعني جاب لك كاس آسيا من فراغ انت شو اللي عاجبك عيال انا يلا اوكي مو عنده فكر اتراهن وياك اذا السنة الجاية وصل الدور النصف النهائي ودور الثمانية ايش تريد مو بشرط يا اخي كل سنة انت تاخذ البطولة يا اخي انت اخذت كاس الآسيا في 2007 اي بس ما اخذت وراه ما في فريق يكرر البطولة انا اخذته اذا انا صدق عندي فكر وعلى هذا قاعد يقول لك ان انا اخذها كمدرب خالد خالد لا مو يقول عنده فكر بس خالد افتح شلون جاب البطولة بدون فكر اللي يحكي عليه ان عندك فكر لازم سيستم تمشي بيه تصعد مو تصعد وتنزل اللي جوا مو على كيفك انت تصعد وتنزل ايضا الفرق الاخرى يا اخي اشتغل كلمه بس بسيطه شكرا لكم في تغريده في موقع نادي السد يقول لك فيريرا سيكون نهائي كاس سمو الامير يوم الخميس المقبل المقبل اللي هو اليوم يعني اخر نهائي يخوضها الفريق تحت قياده مدربنا القدير جوزفالدو فيريرا شكرا فيريرا على 3 سنوات ونصف نفتخر فيها بالعمل معك. فيصل بن خالد العتيبي مبروك ما جاك تتربى في عزك إن شاء الله عبد العزيز فيريرا في 3 سنوات ونص إذا سوينا له مثل الجرد حق شغله وإنجازاته كاس السوبر كاس قطر كاس سمو الأمير وهذا الموسم الدوري واصل نهاية كاس سمو الأمير والعام دور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا وصل معاهم اليوم دوري دور 16 دوري ابطال اسيا o mesmo acontece com os jogadores
هذا النهائي سيسجل في تاريخ الجميع باعتباره الأول في ملعب الوكرة، أحد ملاعب مونديال 2022، وسيكون شرفا كبيرا بالنسبة إلينا أن نتوج بالكأس. عبد العزيز ممكن يختم موضوع المدربين. لا لا لا, 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 لا لو سمحت تتكلم على فيريرا ما لك خصم. فيريرا مو مشكلة، مو مشكلة. بالنسبة لي يعني هل ممكن يتوج مع السد بالكاس؟ هذا السؤال. ممكن ممكن، وهو الأقرب وجهة نظري، لكن أنا أتكلم عن فيريرا أنه هو خدم الفريق خلال 3 سنوات. أنا وجدتي أنا شفت تمارينه وشفت البيئة اللي عايشة عايش فيها الفريق معه من خلال زيارتي لتكريم أكرم عفيف. أيه. انضباطي من الدرجة الأولى. حلو. حصصت معين ماشيين عليه الإدارة وماشيين عليه اللاعبين. هذه أهم شيء، إنك تخلق بيئة منظمة داخل الفريق. ما دام أنت خلقت بيئة منظمة داخل الفريق وغرفة الملابس، مع إنك أنت تجاوزت مرحلة كبيرة من ناحية سير الفريق، لكن من ناحية خبرات هو ليس فيه كبير ولا إنجازاته، وشيء طبيعي إنه هو يحقق مع السد، لأن السد موفر له الأدوات، موفر له البيئة الصحية إنه هو يشتغل. صح عنده ممكن بعض عدم ما نقول أخطاء، أو حتى المدرب ممكن يخطئ، ما توفق في الأبطال لأنه ما قدر يوصل نقطة أبعد نقطة في الأبطال. هذا بس الشيء الوحيد اللي يخذ عليه، إنه هو في مباريات كان بإمكانه إنه هو يودي السد لنهاية شامبيونز ليج في آسيا، وما قدر على هذه البطولة، لكن عنده مجال الفترة القادمة إذا كان استمر أو عدم استمراره. فأنا أشوف خبرته يعني عنده خبرة عالية في مثل البطولات والنهايات في كأس العالم. وأنا سمعت خالد إنه في أكثر من نادي الآن يفاوض حق السنة الجاية. من ضمنهم غرافة. سمعته. ما يصلح لكم. من ضمنهم غرافة. طيب خلنا نأخذ فاصل الأخير. موقعنا شو يقول؟ يقول 66 السد و 34 نزلت النسبة تحيل، واللي صوته 1600. 600. شو تقول يا سالم؟ لا والله سالم خايف من لا لا خايف. نعم بالله تحفظ. نعم بالله بس متحفظ. بس لا بس امورنا طيبة. سالم يونس يقول عنك خايف وانا قلت لك متحفظ. لا لا الدحيل الدحيل ما نخاف عليه، وبس حتى من حظه ما يجي الدحيل دائما 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 في المباراة الكبيرة يظهر. واحس الدحيل يتمتع اذا يقابل السد، واضح. بس خالد دائما اخذ نظر مبارياتنا، بغض النظر عن النواقص دائما تعتبر طبيعية. تدري ليش؟ مش على المستوى نتكلم ولا على الفريقين، بحكم ان الدحيل ليه الحين قاعد يبني في الجمهور، بس السد جماهيره يعني اكثر، فأكيد اللي لما يصوتون السد يعني سد الجماهير السداوية أكيد نسبة تصير على، ولكن في المستقبل يكبر جمهور دحيل تختلف الأمور. بعد أحمد الرواس كان مع دحيل بس تغير. لا لا أنا ما أحد بس دقيقة شكرا 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 بطوفك ترى أصبر شكرا بالدور بالدور لو سمحت. تفضل عبد العزيز بخصوص توقعاتك من يأخذ الكأس بكرة؟ الأقرب زعيم الزعيم أحمد الرواس. تفضل الحين دورك. لا أنا لما أرشح فريق
وأبغي أكون معاه حتى يشيل البطولة، رشحته مشروع فني، مرة أكون مع السد والعربي دحيل الريان على حسب والجيش. أنت رحت مع العربي طلعته. يا جماعة لا يعني شجع أنا كل طلعت العربي. الحمد لله أغلب اللي رشحناه بطولة شلوا. طيب ترشح من؟ العربي سوينا إثارة وسوينا إعلام وجبنا. بس قصة هالشكل. العربي سوينا إثارة، تعرف إثارة الإعلام. صح. وجبنا الجمهور. صح. اللي ما جبنا. لو أنت تسلمنا على كيف الجمهور. ترشح من؟ بكرة مين بيفوز؟ الواقع وال. توقعاتك في واقع فني خلص. وجماعة أنتم تؤمنوا بالتاريخ ولا ما تؤمنوا به؟ نؤمن بالتاريخ. أي ملعب جديد مونديالي لازم ختم السد يا جماعة، لازم يختمه. غير المسؤول الفني بنتكلم بعد أشياء برا، في حاجة عرف في كرة القدم، في حاجة تقاليد وعادات، هذا ما تروح مهما كان، لازم تبقى. ملعب مونديالي أول خليفة. ما في شيء اسمه لازم. السد. السد. تتوقع أنت مونديالي بخليه؟ أحترم دحيل، لكن هذا لازم الزعيم يكون أنا البطل الأول، بعدين تعالوا يا سامع صوت الختم بالقوة. الختم في الملعب أنا بطل. أنا هذا الختم. اسمع. بكرة ما يرسد كله بس في الملعب كذا بعدنا المباراة. خالد سلمان خلي اسمع خالد سلمان. لا خالد سلمان نعم خالد لا بنص نص خالد. ما أقدر ما هم. طيب خالد عبد الجبار شو تقول؟ أنا بكون على التعادل. سلبي إيجابي. سد. سد. يونس محمود. أنا. خاص عند من؟ هو صعب التكهن بس ما أدري عندي إحساس إنه المعز بكرة يكون يومه ممكن هو يقلب ال. ما أدري عندي إحساس هيك إن المعز يكون بيومه ويكون. يونس قول ما بيسد وخلاص. لا لا والله لا. متردد أحسك. لا والله بالعكس. لا لا. لك حيل تقريبا. صعبة صعبة بس. زين ما شاعر صدقه معز يخوف. هاي صعبة بس أنا أقول لك المعز. إذا لعب نفس ما الأسي تعرف هذا الملعب جديد ومفتوح ولا تنسى أنت يعني بلعبات الضغط المعز يكون إلى يعني يد العليا يعني تعرف مرات المهاجم من يجي يوم يتوفق به صعبة توقفه لا بعدين جمهور بكرة بيشجع وهاي الجمهور جمهور تعرف أنت خاصة هو أكرم هذا اللاعبين بكرة بيشجع خاصة تحت الضغوطات 40 تحت الضغوطات تلقي لاعب ما يكون لا شيء يبرز لك يبرز لك يسوي فد شيء يعني خيالي ما أدري أحس هيجي بس المباراة صعبة خالد أنا يعني التكهن بها صعب من اللي بياخذ الكاس حسب يعني خبرتك أنت كلاعب من بكرة بيخلصها من اللعيبة توقع أروح وياهم للتعادل من اللاعب اللي بيقول حق فريقه بكرة يلا الكرنيش مسيرة هو أنا أقول لك أنا المعز أحس بيه إن بكرة يكون المعز عبد الله جاسم والله مباراة صعبة صعبة جدا إذا السد ما سجل من الشوط الأول راح نوصل لضربات ترجيح واحتمال عربي لا لا ما ترجيح ولا ما كل هذا عربي العربي يوسف العربي يوسف العربي ندخل الشوط الثاني لا قال نادي العربي ها لا ما عليه ما عليه والله تعاطفيا يعني لو سمحت لخالد عبد الجبار احمد الرواس سالم شكان عبد الله شو تقول انا خليك من صعب اقول لي والله الفريق يفوز لا لا انا اقول لك انا اقول لك اذا حد اترك عند الباب انا سيناريو هاي انا اقول لك اذا السد ما خلص او ما سجل في الشوط الاول راح يوصلون لضربات الترجيح بعد عبد الله مش سيناريو يعني من بيفوز في ضربات الجزاء نفس الشباب ضربات الجزاء من يفوز صعبه 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 ناصر هتمي ما اخذ نتيجه شو اسوي له لا من اللي تاخذ لا لانه هو راعي طويله يعني هو بيقعد يشرح لي الشوط الاول 0-0 الشوط الثاني يا خالد الحين كلهم قعد الرواس كلهم طلعوا لك الفريق اللي بيفوز كل واحد شرح لي المباراه من اول للنهايه هو جبت حاجه جديده انا جبت لك حاجه جديده اختصر جبت لك حاجه جديده صيد انا ختم وختم جبت لك حاجه جديده مصدر من عندي يا اما انت جبتوا كلام يشرح هذا الفريق تفوز في الملعب احنا قال لك عن الطقوس هاي تبعك الطقوس خلها طيب يا شباب بعد اذنكم اوكي من اللي بيتاهل من ياخذ الكاس قول 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 طلعي في قلبك ما اقدر اطلع احساسك انا الودي العربي ياخذها زين خلاص العربي طلع من الحين دحيل ولا السد بيقول دحيل لا في ضربات ترجيح السد اقرب السد ابو محمد ايش قلت السد اقرب السد عبد الله الشيباني وش تقول خالد شوف رغم اللي اشوف بس خالص بس قبل ما ايش تروح تقول بس هذا ترى كان لاعب واداري وامين سر هذا في يوم من الايام في يوم من الايام في يوم من الايام مصيره لازم يشرح لاعب كان في يده التوقيع من عنده يونس لا تقول لي راح للبر ولا تقول لي من الفجر لا يونس ما لك حق بنتكلم عبد الله انت مش شايف اثنين ايش يسوي وما ادري اربعه ويا خمسه ايش يسوي سؤال ما هو الحين انا راح اقول لك هذا اللي اسوي انا راح اقول لك هذا اللي الحين وكان ناس تذكرته شوف لا لا خليك ايوه على ارقام شوف رغم الافضليه نتكلم على الورق والمنطق بحكم ثبات السد
إلا أن إحساسي إحساسي ها يقول دحيل بديت الإحساس فوق راسي لا قوي الإحساس هذاك يقول طغوص إحساسي فوق راسي خلاص طبعا على مدار شكرا قال قال إحساسي دحيل ما يدخله فيه خليه قيل الذيب بعد ما يدخلك بكره أحسن أنت لا لا هي أصعب التوقعات هذه اليوم أي أصعب مباراة أصعب مباراة يعني إذا دحيل فاز على على سد فطبيعي مش شيء يعني النورمال يعني عادي تفكير في هالشيء والسد كذلك إذا فاز على دحيل فأيضا طبيعي فريقين متغاربين يملكون القوة الهجومية يقدرون يسجلون اللي أقل الأخطاء اللي أقوى دفاع هو هو بيفوز فصعب التكهن جدا جدا زين يعني هاي إحساس أنا أروح مع إحساسك محمد أروح مع إحساس يونس وهذه دحيل ممكن يسجل أربعة ترى في المباراة أربعة يسجل أربعة في المباراة مباراة فيها بس فيها محمد لحظة 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 إيه؟ أنت فنيا من سقعة تتكلم أن السد شرحك غير مسرح توقعاتك غير تفوق أيوة. وايد اي بس لا انت الحين كلامك قلت لك في الربع قربت النسبه لا لا قلت لك في الهجوم الاربعه متغاربين قلت لك في بدايه الكلام لهالسبب لهالسبب اخوك مايد خليفي لهالسبب اخوك مايد خليفي حتى كمدرب ما يصلح نفس كلامه مش صح بكره النتيجه رقميه ابو محمد بكره النتيجه رقميه بعدها عذاب بكره بوقف كلامك غير شرحك لا انت ما فهمتني عبد الله لا لا شرحي واضح قلت لا بس قلت السد بالحاجه الان انت وشيباني قلتوا تحيل لا 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 احنا ما نختلف احنا نقول لك صعب المباراه اربعين غير والاحساس غير الف لازم كل شيء هذول سجل اربعه ممكن الثاني سجل اربعه محمد ممكن مباراه فيها اهداف بكره فيها اهداف محمد الجماعه لازم اي شيء تقوله تشرحها لهم مره ومرتين ثلاث احنا نتكلم فنيا صعب صعب نستوعب وضع السد افضل واستقرار افضل احساس احساس داخلي فلكي يعني فلكي احساس فلكي يعني طيب علي النعيمي شو تقول؟ اقول المباراه صعبه وانا قلت من البدايه الفريقين قريب من بعض ولكن في افضليه نسبيه للسد طيب عبد الله شو يقول؟ سد تعال عبد الله وين؟ ما سمعتك يا عبد الله يلا بالحيل نادي السد وابوك اي نادي يشجع؟ العربي هاي بعد ادري ان عربي بس الحين وضع مختلف بكره سد ابو عبد الله كم سد 1-0 سد 1-0 عكاشه كم قلت لي تتوقع 3-1 3-1 السد السد وفوز ان شاء الله القطر طيب يعني بنجاح هاتريك بكره توقع انا طيب ابو جاسم وين توقع على ما والله ما توقع على سؤال ليش ما خليت سؤال قد ما توقع سؤال لا لا قلت غريبه ما خليت سؤال ايش بيقول مثلا بيقول والله السد اي ممكن ما خلتوا خلتوا يتوقع السد من حقه يا اخي يبدأ علمك الخاص رقم ما عرفت توقع علمك يا سالم ان شوف انت متحيل موجود ولا سداوي شوف ولا واحد من السد ما حد كلنا سداويين برنامج محايد سداوي هني هني نادي حلوين كبيرهم توقع سداوي يا اخي توقع انت بتسال على توقع ما رب بيقول لا لا نبي نعرف الرقم بعد والله نبغى نعرف الرقم يعني بجيب الرقم الرقم انا اتوقع 2-1 لا لا مباراه اكثر 2-1 اذا ما كان 4-3 4-2 اذا قلت هدف من بدايه فريقين عندهم بكره في هدف المباراه في هدف في هدف بكره خالد مباراه نهائيه اتوقع تحرك صدقني حتى الاداء ما يدخل اتوقع تدخل بيها جزئيات بسيطه غلطان انت غلطان صحيح تشوف اداء راقي مفتوح وبعطيك السيناريو عقب ما نطلع من المجلس اعطيك شوف انا بالملعب بالملعب كنت اقول اسوي انت بالمجلس اسوي لك طيب شكرا شكرا يا شباب توفيق يا رب ان شاء الله الله يوفق بكره الفريقين السد وتحيل ونشوف مباراة بكرة حلوة فنية هجمات لعب مفتوح لعب على الأطراف نشوف المثلثات نشوف باصات قصيرة نشوف الباصات الطويلة الكور الطويلة تتشيم مونديالي راح يشرفنا السمو الأمير الشيخ تيمين بن حمد الله يطول لي في عمره حضور 40,000 متفرج توفيق إن شاء الله لحكامنا هالقطر بكرة اللي راح يحكمون هذه يحكمون بكرة هذه المباراة عبد الرحمن جاسم حكم عبد الرحمن جاسم حكم الساحة وطالب سالم الحكم مساعد أول وحكم مساعد ثاني سعود أحمد وخميس الكوار راح يكون حكم رابع وبكرة الفار شغال سلمان فلاحي وعبد الله العذبة وخالد عايد هم راح يمسكون الفار وإن شاء الله نمهم بكرة قد المسؤولية على الكل التعاون مع المنظمين عشان يطلع الحدث
مثل ما نبغي واحد. تعال اقعد امك انا امك ذهب. تعال اقعد امك. على فكره بكره تقدرون تستخدمون المترو وتروحون، بكره المترو ترى مفتوح يعني يوم الاستثناء، راح هم العاده يكون الساعه 11 في الليل، بس بكره يوم استثناء فممكن المترو يتاخر. اطلعوا في السيارات يا شباب وراح تلاقوا عندكم الساينات وانتم رايحين، الخط الذهبي او الخط السيلفر او الخط الاحسوي خلي يطلع الاحمر، مو كل واحد سياره. لا انا اكلمكم على الشوارع مش الاماكن. انت بتعطون التذاكر ولا ما هي تذاكر؟ خلصت راحت. بكرة احنا موعدنا وياكم ان شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت الدوحة قبل مباراة بساعة ونص ان شاء الله، معكم على الهواء، مع السلامة. تعرفه؟ وصف، حط في جوجل ماب قناة الكاس يطلع لك. لا ادلس بيتار بيتار دوار. قول له عندك جوجل ماب؟ ها عندك جوجل ماب؟ ايوه استاذ خليل احنا على يمينه. اي مشكور يا عكاش، بيض الله وجهك. الله يبين. شكرا ان شاء الله. بس التمر عليه شعار دحيل. ها ايه التمر كنا عليه شعار دحيل. صحيح التمر عليه شعار دحيل. اغلبيه الجزائريين مع دحيل ترى. دحيل ما بعرفه. ها بعرف على يعني دحيل ما بعرف. لا لا يقولون التمر عليه شعار دحيل. لا لا شعار احمر لوجو لوجو. هذه ورده عشان دحيله. اوكي يضرب عشان جمهورهم. شنو المهاره يا لنطيني؟ شنو المهاره؟ المهاره في المراوغه او في التكتيك. لا انا اشوف اكرم افضل. لا 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 بعد هاي واقع تبيح راي هسه. عوف 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 المجاملات. استغرار بس اسم الاستغرار. عوف الاستغرار. احنا ما انت ليش ما عوفه؟ ليش عوف الاستغرار؟ ليش الاستغرار في التشكيله؟ هم حكوا على المواتيرين جاب الاستغرار. اكبر جزء من المنظومه. بس الدحيل بما حضر ان شاء الله. ها الدحيل بما حضر يتحكم صح. فريق كبير، فريق فيه نجوم، الكفتين متعدلين اذا كل واحد. لا 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 مو متعدلين. عشان كل واحد في يوم يكون. بغيت تغلطني ما عرفت كيف تغلطني. اذا هذا في يوم وهذا في يوم هذا فنين اعلى. صحيح صحيح والله. ايوه وبغيت فيها متناقضات يعني. لا وجهه نظر يعني. لا لا ما ادري يعني وجهه نظر. انتم ما بغيتوا خطا كله خطا. والله يا انت وباشر قبل. لا عفوا عفوا هنا اخطاء هنا. اسمع اسمعني يا الرواس، انت مثلات مدرس الرياضيات شرح طويل والنتيجه زيرو. تعرف ليش مدرس رياضيات؟ تعرف ليش؟ لان اللغه صح. انا بقول لك هني في قطر من خيرة المدربين اللي مروا. صحيح. واغلبيتهم طلعوا فاشلين. ليش؟ ما حققوا شيء.